يا اهلا وسهلا بكم مشاهدي اس بي سي، متتبعي برنامج استديو اس بي سي. اكيد حلقه جديده مليئه بالفقرات المتنوعه وبالضيوف المختصين اللي اكيد نختار لكم دائما افضل المواضيع اللي باذن الله نتنال على اعجابكم. نعم انها الخامسه بتوقيت السعوديه وموعدكم دائما مع استديو اس بي سي. حياكم الله وحي هالعين، ومساك الله بالخير يا ايمان. مساك الله بالنور وحي هالعين يا نادر. مواضيع متنوعة وأحداث جديدة ومشوقة مع ضيوف في كل المجالات، معي أنا إيمان وزميلي نادر، فلا تفوتوا متعة مشاهدة الحلقة. أكيد إيمان، تعودنا وأكيد مع طاقم استديو اس بي سي أن نرصد كل الأخبار سواء محلية أو حتى عالمية عشان نبقيكم على اطلاع وبآخر المستجدات. علشان كذا خلونا نشوف اليوم وش مجهزين لكم من فقرات في البرنامج. تجارب يارا مع قيادة الطائرات ترويها في استديو اس بي سي. وبعد بكاء إعلامية عربية من إجراء عمليات التجميل، ما هي مخاطر عمليات التجميل؟ قصة خطاف من سوق الخضار إلى التسويق الإلكتروني. وتوصية بأن لا تزيد مدة استخدام سماعة الأذن لأكثر من 60 دقيقة باليوم. ماذا تعرف عن اكتئاب الشتاء؟ حياكم الله مشاهدينا الكرام، واكيد مثل ما شفنا ابرز فقرات حلقتنا اللي بنناقشها معكم ان شاء الله اليوم ومع ضيوفنا المميزين اللي باذن الله تكون حلقه جميله. لكن كما جرت العاده انتم جزء من برنامج استديو اس بي سي، لازم تشاركونا ارائكم ومقترحاتكم على هاشتاج البرنامج استديو اس بي سي. وخلونا ننتقل معكم الان الى اخر الاخبار لهذا اليوم. والآن رح نبدأ بأولى أخبارنا. الصحة العالمية تكرم المملكة لخلو منتجاتها الغذائية من الدهون المتحولة الاصطناعية. كرمت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين أو في يوم الاثنين في مقرها الرئيسي في مدينة جنيف السويسرية الهيئة العامة للغذاء والدواء بمناسبة حصولها على شهادة الاعتراف بخلو المنتجات الغذائية في المملكة من الدهون المتحولة الاصطناعية ضمن أول 5 دول في العالم، إلى جانب مملكة الدنمارك، جمهورية ليتوانيا، جمهورية بولندا ومملكة تايلاند. أكيد إيمان، يعتبر خبر جيد وخبر رائع وخبر أيضا مشجع لعشاق الصحة، لعشاق البيئة الجسمانية اللي دائما تكون أيضا مليئة بالنشاط والحيوية. وإحنا عارفين هيئة الغذاء والدواء دائما يعني شغالة في الأمور اللي ممكن تفيد الإنسان، أو خلينا نتكلم عن المجتمع السعودي. ما ننسى إيمان أن هالشيء هذا يتواكب مع رؤية المملكة 2030 اللي تسعى من خلالها أنها تحاول أن تجعل متوسط عمر الإنسان يعني يصل لعمر معين وهو بصحة وجيدة عالية. فهالشيء هذا أعتقد أنه يحسب لهيئة الغذاء والدواء، خصوصا إيمان الآن
كل منتجات صارت فيها بعض الزيوت المضرة بالصحة. طبعاً يعني إحنا من فترة طويلة كنا نلاحظ إن المملكة كانت يعني بتمنع استقبال أو استيراد المواد اللي فيها مواد صناعية أو دهون متحولة، فهذا الخبر طبعاً خبر مو غريب. بالضبط إيمان، دائماً الجهات والمنظمات عندنا والهيئات سباقة بخدمة المجتمع وخدمة الإنسان. بنروح معكم الآن لخبر آخر قد يكون يعني محزن نوعا ما، ولكن العشاق اللي راحوا واستمتعوا فيه بيتذكرون اللحظات الجميلة اللي عاشوها في طيات منطقة ويندر جاردن اللي شهدت آخر فعالياتها يوم أمس، خصوصا لما جوت وافد حضور كثيف من قبل الزوار اللي استمتعوا بمرافقها وحدائقها المميزة خلال الأشهر الماضية، حيث كانت المنطقة من أبرز الخيارات الترفيهية بالعاصمة الرياض. خلونا نتابع. الله يا إيمان، زرتي ويندر جاردن؟ طبعا ويندر جاردن كانت من اجمل الاماكن اللي في موسم الرياض الحقيقه، وكانت مناسبه جدا للاطفال والصراحه يعني حتى الكبار يعني اللي زرتيها؟ طبعا فيها فلامينغو وفيها اشياء جميله ترى على فكره. طبعا فيها حتى الفراشات والاشياء، يعني حقيقه كنا مستمتعين فيها، ولكن ان شاء الله يعني موسم الرياض لسه مكمل وفي فعاليات اخرى. بالضبط ايمان، الفعاليه هذه ترى كان مقرر انها تنتهي اعتقد في بدايه يناير، لكن معالي المستشار تركي آل الشيخ مددها إلى نهاية هالشهر. انطلقت في نوفمبر الماضي، شفنا الزوار اللي يتوافدون بالألاف يا جماعة الخير من دون مبالغة. نتكلم عن الثلاث مناطق الموجودة في الويندر جاردن، نتكلم عن أكثر من 70 لعبة، نتكلم عن العروض المسرحية المتجولة، والأجمل برضو حتى عشاق المطاعم والمتاجر عاشوا التجربة واستمتعوا بكل مكان فيها. حقيقة كانت يعني من الأماكن الجميلة جداً. خلينا نروح للخبر اللي بعده. وذكرت شركة نيورلينك أن أول مريض من البشر خضع لزراعة شريحة دماغية التي تنتجها الشركة الناشئة، وأنه يتعافى بشكل جيد. وكانت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية قد منحت الشركة العام الماضي تصريحا لإجراء أول تجربة لها لاختبار زرع الشريحة في دماغ الإنسان. والله يا إيمان الخبر مخيف غريب عجيب، ولكن في ظل الثورة التكنولوجية اللي يعيشها العالم متوقع ووارد. طبعا يعني بس انه شريحة وزراعة وفي الدماغ، يعني احنا الدماغ كذا لوحده بدون شريحة يلا يلا ماشي يلا ماشي. عموما هي بعض الامور التكنولوجية ممكن تكون يعني طرحها يعني سابق لعهده، لكن اعتقد انه الان في هالوقت ما نستغرب اي شيء. بنروح معكم لخبر اخر، خبر منتظر، وانا من ضمن الناس اللي ينتظره وأنا متوتر يا جماعة الخير. صحيح التوتر مرتفع، ولكن الثقة موجودة بصقورنا الخضر، حيث يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره الكوري الجنوبي مساء اليوم الثلاثاء، أي بمعنى بعد ساعتين، في دور 16 من بطولة كأس أمم آسيا 2030 والمقامة بالدوحة. أكيد مشاهدين أنه دائما قلوبنا وأيدينا مرفوعة تدعي للمنتخب السعودي. إيمان، توقعاتك لمباراة اليوم على الطاير؟ لا توقع يعني أنا جدا متفائلة بالمنتخب السعودي، وإن شاء الله راح تكون النتيجة لصالحنا. أكيد عشان نتكلم في هالموضوع ونتكلم عن مباراة المنتخب السعودي لليوم، يسعدنا ينضم معنا على الاتصال الهاتفي الدكتور حافظ المدلج، وهو عضو في الاتحاد السعودي ورئيس لجنة التسويق بالاتحاد الآسيوي سابقا. مساك الله بالخير يا دكتور، يا هلا وسهلا. هلا بك أخوي الغالي، وهلا بزميلتك إيمان ومستمعيك ومشاهدينك الكرام، هلا وسهلا. دكتور، اليوم على قولتهم الجميع يترقب، الجمهور المحللين الجميع يترقب مباراة، خلينا نقول الآن ممكن هي تكون يعني الأقوى بين منتخبين لهم سمعتهم في آسيا، حتى وإن كان كعب المنتخب السعودي عالي في آسيا إلا أنها مخيفة. قراءتك وتوقعاتك لها المباراة دكتور؟ والله شوف، المنتخب الكوري يعني منتخب من يعتبر من آسيا، قد لا تكون حظوظه في البطوله الاسيويه كبيره. صحيح. التاريخ الحديث لا يحفظ اي فوز للمنتخب الكوري بالنهايه او حتى وصوله للنهايه، ولكن
من الضيوف الدائمين على كأس العالم، من المنتخبات القوية، عنده أكثر من 20 لاعب يلعبون في الدوريات الأوروبية الكبرى. المباراة هذه بين اثنين من عمالقة آسيا، توقعات فيها صعبة، في ناس كثير يسمونها نهائي مبكر، صحيح، ولكن أنا أقول أنه هي مباراة بين هجوم كوريا القوي ودفاع السعودية الأقوى، وبين هجوم السعودية ما أقدر أقول الضعيف، ولكن المهاجمين السعوديين لم يسجلوا أي هدف حتى الآن، والدفاع الكوري أيضا استقبل عدد كبير من الأهداف في المباريات الثلاثة اللي لعبها، ولذلك المباراة فيها توازن. أتوقع أنها تذهب إلى لا سمح الله ركلات ترجيح. الله يعينك، إذا أنت متوتر الحين فبتتوتر وقت المباراة بشكل أكبر. أي والله يا دكتور، متوترين متوترين بالمرة. لا لا، أنا متفائلة جدا. طيب، إحنا نبي نعرف من الناحية الفنية أي الفرق هو الأكثر جاهزية بدون تحيز؟ والله المنتخب السعودي يتميز بقوة خط الدفاع، يعني ترى في ثلاث مباريات تسجل فينا هدف واحد من ركلة جزاء، وحتى التهديد على المرمى، يعني حراس المنتخب السعودي الاثنين لعبوا اللي هم الكسار وراغد النجار لم يختبروا اختبار حقيقي لأنه الدفاع كان قوي جدا. عندنا صلابة دفاعية، تنظيم دفاعي مميز بترتيب الكرة الإيطالي مانشيني، والكرة الإيطالية معروفة بميلها للدفاع، اللعب بثلاثة قلوب دفاع وقدامه اثنين محاور تجعل منتخبنا يعني سد منيع، ولذلك صعب يجي علينا هدف إن شاء الله. جميل. المنتخب السعودي لا زال مشكلتنا الهجومية، لاعبينا ما توفقوا في اللمسة الأخيرة، يعني فراس البريكان وصالح الشهري و عبد الله مديف كلهم متيحت لهم فرص بما فيها ركلة جزاء وكلها أهدرت. صحيح. فالمنتخب في الثلاث مباريات الماضية كان يعول لاعبي الوسط والدفاع أنهم هم اللي يسجلون. لاعبي الهجوم لم يكونوا حاضرين. سالم الدوسري اللي احنا متعودين منه أنه يكون نجم المنتخب الأول كان في الثلاث مباريات مختلفة، وكان ظاهر في المباراة الثالثة بشكل يعني إيجابي أكثر. أتمنى أنه يعني يعوضون المهاجمين في مباراة اليوم وأنه محتفظين بالأهداف لأدوار الصفاية إن شاء الله. جميل. دكتور، أبغى أستغل وجودك، وبما أنك كنت ضليع في آسيا، يعني ضليع أيضا في المنتخبات الآسيوية، شفنا تصريح مدرب المنتخب السعودي في المباراة السابقة بأن المنتخب ليس مرشحا. طلع أمس بالمؤتمر الصحفي لمباراة كوريا الجنوبية قال أنا أبدا ما قلت هالكلام هذا وإحنا مرشحين. التناقض اللي أحدثه المدرب ممكن يأثر على اللاعبين سلبا، أو هو تكنيك متخذه مانشيني، كيف تشوف أنت؟ إيش فهمت منه؟ والله شوف، مانشيني من يوم جاء السعودية مؤتمرات الصحافة الإعلامية اللي يسويها كلها فيها ملاحظات، يعني يقول إنه هو بارع غير موفق، هو بارع في التدريب ولكنه غير بارع في الحديث. مو شرط إن كل مدرب يكون زي مورينيو ولا زي غارديولا في حضوره الإعلامي المميز. مانشيني في إجماع على إنه حضوره الإعلامي مو يعني بنفس جودته في على خط التماس أو على خط التدريب. ولكن هو في السابق على فكرة كان يقول أنه بالتصنيف منتخبات اليابان وكوريا وإيران وأستراليا هم الأربع مصنفين الأوائل على آسيا، ولذلك أنا يبعد الضغط عن اللاعبين، ويعني تمنيت أنه قال الكلام بدون ما يقول والله منتخبنا صحيح غير مرشح. لكن قد أحيانا تخون العبارة، قد يعني هو إيطالي ويحاول يتكلم باللغة الإنجليزية، لعله اجتهد يعني دكتور، قد تخون العبارة أحيانا. أنا أقول لعل له عذر ونحن نلوم، ولكن في النهاية في جميع تصريحات الإعلامية يكون عليه بعض الملاحظات. صحيح. يعني نعم، موجود دكتور سامعنا؟ موجود عند الجميع، ولذلك أتوقع أنه يعني ما توفق في التصريح. طيب، بالنسبة للجماهير السعودية كيف راح تسهم في التسويق للمباراة؟ والله عادة يقولون الجمهور هو اللاعب رقم 12، بالمنتخب السعودي هنا يقولون الجمهور هو اللاعب رقم واحد. ومثل ما يعني ملأوا سماء وأرض الدوحة في كأس العالم، أنا لي أصدقاء في الدوحة ولي زملاء سعوديين أيضا موجودين في الدوحة من جميع حتى الجنسيات، وكلهم يقولون الجمهور السعودي تواجد في الدوحة معطي البطولة طعم جميل. أنا شخصيا أمنيتي أن يلتقي المنتخب السعودي والقطري على النهائي، لانه أضر ايضا استمرار الدوله المنظمه للبطوله في اجواء البطوله يعطيها زخم اضافي واهتمام اعلامي واهتمام جماهيري، ويكون الاجواء كلها جميله.
ولما نلتقي السعودية وقطر في النهاية احنا حبايب، عاد اللي يفوز منه مبارك له، واللي بيخسر بنقول له هارتك مع امنياتنا للكاس السعودي باذن الله. اكيد دكتور، بس ابغى سؤال اخير لعلك تطمني وتبعد عني التوتر شويه، وانا دائما اثق في معلوماتك واثق ايضا في ارائك. نتذكر في 2018 بطوله اسيا تحت 19 توج بها المنتخب السعودي، لو نتذكر اعتقد انه فيه ثلاث عناصر من لعيبه المنتخب السعودي، سعود عبد الحميد، تمبكتي، فراس بريكان، واخذنا الكاس قدام الكوريين. ممكن اليوم نسويها ونتاهل على حساب الكوريين لان كعبنا عالي؟ والله شوف، احنا تاريخ من كوريا تاريخ مشرف، هم فازوا علينا كم مباراه، حتى فازوا علينا مره في الرياض مباراه كان فيها يعني اجواء تحكيميه سيئه، وكان فيها طرد النايف العزازي، ومباراه يعني حالة ابعاد اخرى، وسبب حتى المشاكل بين الاتحاد السعودي والاسيا هذيك الايام. لكن في المباريات الحاسمه كنا دائما نتفوق على 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 كوريا، ونذكر مباريات كثيره فزنا فيها عليهم. صحيح. وان شاء الله باذن الله باذن الله اليوم مباراة اقصائية وخروج مغلوب باذن الله، منتخبنا يكون هو الاوفر حظا باذن الله. نبارك لك بعد المباراة دكتور، واكيد شاكرين لك دكتور حافظ المدلج، عضو الاتحاد السعودي ورئيس لجنة التسويق بالاتحاد الاسيوي سابقا. يعطيك العافية دكتور، وان شاء الله انه نتفائل ونحقق النتيجة يا ايمان اليوم ان شاء الله يا رب. يعني انا جدا معنوياتي مرتفعة، وطمنا اليوم دكتور، وان شاء الله يعني متفائلين، وخلينا نكمل بمشاعر التفاؤل والمعنويات العالية، لأن أبطال الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بمشاركة المتطوعين تمكنوا بفضل الله من بذل جهود كبرى أسهمت في نجاح عملية إنقاذ شخص سقط من مرتفع جبلي وعر. هذا الشخص الذي تم إنقاذه كان مصابا وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. خلونا نشوف الفيديو المتداول. والله شكرا لرجال الدفاع المدني اللي متواجدين في كل مكان، سواء في المدن، سواء في المنازل، او حتى في الاماكن النائيه في الجبال بين الصخور. انقاذ متنوع لرجال الدفاع المدني، يعني دائما هم على اهبه الاستعداد، والشكر لهالناس وللرجال والله ما يوفيهم حقهم، لان احنا قاعدين نشوف جهودهم يا ايمان وملموسه ارض الواقع. فعلا جزاهم الله خير على هذا العمل الرائع الحقيقه. ويعني رغم انه المصاب كان يعني اصابته شويه كبيره، ولكن ان شاء الله نتمنى له السلامه. مشاهدينا راح نروح الفاصل وراجعين معاكم. حيا العين مشاهدينا الكرام، واكيد دائما في استديو اس بي سي نتنوع بالفقرات والمواضيع. قبل شوي طلعنا في اخبار متنوعه وفقرات متنوعه، والان بتكون معنا فقره جميله، فقره فيها امل، فيها تفاؤل، فيها طموح، وفيها اصرار من الصغر. اليوم معنا فتاه سعوديه اصبحت مساعده كابتن طيار وهي في سن صغيره، واكيد انه راح نتكلم عن الجوانب الايجابيه لرحلتها، وكيف انها ممكن تلهم الاخرين، خصوصا النساء اللي فعلا انهن عندهم يكون الحلم بمستقبل انهم يصبحن طيارات. علشان كذا الشخصيه موجوده معنا في الاستديو وراح نتكلم معها بشكل اوسع. يسرنا نرحب بضيفتنا مساعده كابتن الطيار يارا جان. اهلا وسهلا يارا، حياك الله. اهلا فيكم، الله يحييك يا رب. يارا منورتنا، ويا اهلا وسهلا فيك في استديو اس بي سي. صراحة على قولتهم يعني فتاة سعودية بسن صغير مساعدة الطيار، يعني تطير في الطيارة على قولتهم. بالضبط. لنا احنا صراحة انا اخاف من الطيران. لكن ابغى ارجع الان لك يارا لبداياتك، كيف انت اخترتي مسار الطيران وليش اخترتيه وش هو السبب انك تكونين طيارة؟ والله صراحة الطيران انا اتوقع لاغلب الناس يعتبر كذا شيء غامض وشيء مثير للاهتمام. فأنا من وأنا صغيرة أنا كنت أحب الطيران، أنا بابا في نفس المجال بس ما هو طيار. فأنا كنت أحب المجال من وأنا صغيرة.
سواء كنت بصير مهندس الطيارات، كنت بصير طيار، يعني المجال انا شغوفة جدا فيه. يعني اي شيء يتعلق بالطيارة؟ اي شيء يتعلق في السماء في الطيران خلاص انا هناك تلاقوني. حلو. فكنت متعلقة في حلمي مرة كثير، وكنت جدا عنيدة في انه انا راح اصير طيار، انا راح اصير طيار، ومستحيل تتغير الفكرة هذه. يعني قد ما تقنعوني قد ما تسووا، لا انا طيار انا طيار. وكنت اشوفه جزء مني يعني، فالطيران يعتبر حياتي. ما شاء الله. طيب يعني كونك اصغر سيدة مساعد كابتن طيار، اكيد في جوانب ايجابية لهذا الموضوع، نبي نتكلم عنها. انا دائما من اول يوم بدات في الطيران وانا احب انشر الإيجابية عن الطيران. يعني احنا مثلا عندنا برامج حوادث الطيران، عندنا برامج المشاكل في الطيران، بس ما يعني ما حد يتكلم عن الاشياء الحلوه، جماليات الطيران. احنا ما نعرف في الطيران، الميزه الوحيده اني اسافر. بالضبط، ايوه. فالاسرار اللي في الطيران، الاحساس، انا دحين لما انا قاعده في الكوكبيت، انا كطيار انا ماني دارسه طيران فقط، انا كيف اشغل الطياره وامشي، انا دارسه كأني دارسة حقوق، لأنه إحنا عندنا اللوز نمشي عليها، كأني صحيح. أنا دارسة صيانة، أنا لازم أتأكد من صيانة الطيار. أنا عندي تقريبا بحر من الدراسات. بالضبط، أيوة، في أغلب المجالات. فمن الأشياء الإيجابية واللي أنا دائما أحب أنوي عليها إنه الطيران صقل شخصيتي مرة كثير. عفو. بالذات إنه أنا دخلت الطيران في عمر صغير، فهذا خلى من يارا إنسانة جدا غير عن الإنسان اللي كانت قبل أدخل مجال الطيران. صرت جدا سلسة ومرنة في التعامل مع الناس، صرت أقدر أتعامل مع كل الأشكال وكل الأعمار وكل الأنواع. يعني وصلت للجو، يعني موقفت على الأرض يعني. أيوة. فيعني أنا الصراحة هو ممتع، جدا ممتع. صرت أستمتع بإني أتعرف على ثقافات جديدة، لغات، ناس، أماكن. فهذا شيء إيجابي مرة أنا أشوفه. طيب يا رح، احنا قاعدين نشوف في ناس حتى واحنا في الارض الان لما يشوفون بنت تسوق سياره، ابعد عنها لا تصدمك ما ادري ايش. الان البنت صارت مساعد طيار بالسماء، اي بمعنى تقود طياره بوزن وقدره، ومعها ممكن 200 راكب 300 راكب. مسؤوليه. كيف ممكن تغيرت وجهه النظر عند الناس؟ كيف تشوفين الناس هم يشوفون في بنت تسوق الطياره؟ صح، هو اغلب الاشياء هذه تكون صعبه في البدايه، زيها زي اي مجال ثاني. مثلا الطب كان جدا صعب في البداية، الإعلام كان جدا صعب في البداية، سواء على الجنسين السيدات والرجال. فإني أنا أحاول أغير الصورة النمطية هذه حتكون جدا صعبة كشخص واحد. أيوة. عشان كذا إحنا as a teamwork، إحنا البنات مع زملائنا الشباب ندعم بعض ونحاول نبين الإيجابيات ونحاول نبين الحسنات. صحيح. صحيح. اللي كل واحد فينا قاعد يعملها في شغله. زي ما قلت لك الطيران صقلني جدا لدرجه انه انا صرت مره احب ادعم البنات اللي 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 طالعين. يعني حتى في كثير بنات يجوني ويسالوني وكيف نصير وكذا، احب اني انا اكون المرشده الاول ليهم، وبعد كذا خلاص انت سوي اللي انت بتسوي. يعني انا كذا اديت الامانه واعطيتك الين يعني كل اللي اقدر عليه، فالباقي طبعا عليك. جميل. يعني احنا اليوم تكلمنا عن البنات اللي عندهم رغبه انه يدخلوا لهذا المجال، ولكن المسؤولية ممكن يكون في يعني شوية ضغط في العمل هذا. صح. ممكن هذا يكون عائق لهم. بإيجابيتك اللي اليوم قاعد تتكلمين فيها، ممكن نقول نصيحة للبنات مثلا، توجيه مثلا، ما تجيكي واحدة تقولك أنا حابة أدخل لهذا المجال، بالعادة إيش تقولي لها؟ بالعادة أقول لها طالما أنت شغوفة فيه وطموحة وعندك الدعم. يعني أنا الحمد لله كان عندي الدعم من أهلي، فأنا الدعم اللي بتكلم عليه وطننا الحمد لله، إنه مع الرؤية 2030، مع الأشياء اللي بتحصل الآن صار في تمكين جدا جدا. فأنا أصلا مرة فخورة كوني سعودية بأشتغل في مجال الطيران في بلادي في وطني. فالبنات اللي حابين يدخلوا المجال أبدا ترى الموضوع ما يخوف، وطالما أنت تحبيه وقادرة تستحملي ضغوطات العمل، ترى في كل المجالات حيكون في نفس الضغوطات. صحيح. بس طالما أنت تحبي شيء ما راح تحسي أبدا، ما راح تحسي فيه. برافو عليك يا رب. هذا النموذج الصحيح يا جماعة الخير، انه اي مهنة واي مجال غير مخيف اذا اقتحمناه. فالصورة اللي عند يارا، يعني خلينا فعلا يارا انه الان ابغى اسالك سؤال شوية ممكن يكون غريب شوية، لكن بسام الان لما يركب الطيارة، ما قد مرت عليك انه احيانا او سمعتي قصص انه اذا سمعوا انه الكابتن امرأة ما يصيروا متخوفين؟
قد مرت اكيد طبعا اكيد اكيد بالذات في البدايه ايوه انا اول ما بدات كنت احيانا اشوف الخوف ده بس هذا يساعدني انا عن نفسي كيارة تصرين وتثبتين نفسك ايوه انا كان يساعدني انا احاول قد ما اقدر اكون متقنه لعملي اكون يعني مو بيرفكت اللي بعد البيرفكت يعني اكون مثاليه جدا احاول ما ارتكب اي اخطاء واساسا يعني كطيران شركات الطيران ترى مستحيل تعطي الشخص الرخصة أو المكان اللي هو موجود فيه أز الطيار مستحيل الشخص يقدر يقعد في الكرسي ده بدون ما يعدي في اختبارات بدون ما يعدي في رخص يأخذها كثير صحيح. أيوة جدا وتدريبات مرة مطولة ومكثفة يعني إحنا جزء من التدريبات بنتدرب على كل الأخطار اللي ممكن نواجهها خلال المسيرة كاملة فأنت أتخيل مدة التدريب ولا قوته وصعوبته فإحنا لازم نمر في هذا كله على أساس الإنسان يكون أو الطيار يكون مؤهل للمكان اللي هو حيكون فيه لأنه هذه صحيح. أمانة وإحنا لازم نأدي الأمانة صح بالضبط ممتاز دورك اليوم معانا يارا إنه إحنا نعكس صورة إيجابية لكن أكيد واجهتي تحديات فكلمينا عن التحديات شو عشان الواحد لما يدخل يكون جاهز يعني إيوه الحياة حلوة لكن يعني أكيد في تحديات خصوصا إنه يعني مقارنة مع الرجال أيوه هو صحيح كان في تحديات كثير بس زي ما قلت لك من الأشياء اللي واجهتها اختلاف الشخصيات فأنا لما أحاول أفهم الشخص اللي أمامي أنا كذا يمكن شلت 80% من المشكلة اللي قدامي فبكذا أنا حولتها من عائق لشيء يدعمني لشيء يفيدني يعني بدل ما إنه الشخص اللي جنبي يكون متخوف مني لا أنا أعطيله الأمان أعطيله الثقة إنه لا شوف ترى أنا فاهمة كذا 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 وإذا إذا يريحك مثلا نعمل الموضوع ألف باء تاء إحنا حنمشي على السيكونس هذا ما حنخرج عنه فأنت يعني عشان تتخطي نص المشكلة أنت لازم تفهم الشخص اللي قدامك أنا شايفة إنه انعكس عليك هذا الشيء في شخصيتك إنه صار عندك نوع من تعدد الذكاءات يعني تصير تقدر تلقط اللي قدامك وكيف تتعامل معه لانه صراحه احيانا العمل مع الرجال يعني بيكون في شويه صعوبه خصوصا هذا المجال كان حقهم بالضبط لا بس انا اعتقد انه ايمان وممكن راح توافقني يارا انه الان الشباب السعودي بالذات متعاونين جدا لما اشوف بنت سعوديه داخل هالمجال اوقف معاها بالضبط. اسندها ادعمها وممكن مر عليك هالشيء هذا يارا تكلمين عن الموضوع يعني انا كبدايه بدات وانا متخوفه من انه ممكن اكون وحيده أيوة. ما حد يساعدني ممكن أبدأ أبني نفسي خطوة بخطوة لحالي تماما بس اللي لاحظته واللي ساعدني مرة تانية برضو أني أفهم نفسي وأصقل نفسي أنه لا مو كل الأفكار اللي أنا أحطها في راسي ممكن تكون صح بالعكس كانوا أغلب زملائي داعمين لي أغلب الأشخاص كل اللي دربوني كانوا رجال وكلهم كانوا داعميني بشدة ويعني حتى كانوا يقولوا لي يارا إحنا بندربك ها بنكسى عليك شوية عشان انت لازم تكوني مثاليه مو تكوني كويسه انت لازم تكوني مثاليه فهذا يعتبر شيء ايجابي وانا اشكرهم كثير الصراحه مدربيني تحديثنا عن التدريب كلمينا عن قد ايش الفتره اللي تدربتي فيها وقد ايش يعني التدريبات اخذت منك يعني مجهود يعني انا ممكن اخضع لدوره تدريبيه وانت كمان تكوني فيها لكن بالنسبه لي انا اجتازها بسهوله وانت بتلاقي فيها صعوبه فكلمينا عن المده عشان نبى نطمن الناس بقديش الموضوع هذا يعني ما هو بس سهل ويلا وتدخلون لا في تدريب وفي شغل صحيح ايوه كبدايه انت عشان انا اطير نوع طياره ايرباص 320 فعلشان اخذ التايب ريتنج هذا انا يكون عندي رخصه طيار تجاري وبعدها اخذ تايب ريتنج التايب ريتنج هذا المده اللي الشركه اللي اشتغل عندها حاليا اعطتني هو او 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 استثمرته فينا انا ودفعتي تقريبا كان حوالي السنه ما شاء الله فانت مستوعبه تدريب كامل الين ما ناخذ اللي هو الين ما نصير طيارين اكفاء في السيت تبعنا اخذنا حوالي السنه ما شاء الله من بدايه التقديم للتدريب الين ريليز وكله يعني تعتبر مده طويله بس كله لانه زي ما اقول لك يعني الناس امانه في رقبتنا في النهايه بالضبط اكيد الطيران يعني يعتبر على قولتهم مخيف بالنسبه لنا وهو شديد جدا بالضبط
يرى أنا أحيانا أنبسط صراحة لما يكون مثلا في البيت عندي أخو نفس توجهي، نفس الألعاب اللي يلعبها، نفس الطلعات اللي يطلعها. أنا سمعت أنه عندك برضو أختك كابتن طيار. أيوة وبالبيت يعني كيف ممكن أنتم عايشين مع بعض؟ كيف ممكن تعززون البعض بهالمجال هذا؟ أعطينا السالفة هذه. والله انتبه الأب كمان. الأب أيوة. في مجال الطيران. بل العيلة كلها ما شاء أيوة. الله. أيوة. الأب لكن في مجال أختك كابتن طيار. أيوه بابا في الصيانة، أختي زيي طيار. ما شاء الله. ما شاء الله عليها سارة الآن صارت مدربة طيارين. فيعني كونها انها صارت مدربه الطيارين يعني انا بستفيد يعني شخصيا صح اني اكبر منها وخبرتي اكثر تشوفين لها بالبيت تاخذين معلومات كذا بالضبط ايوه مع اني انا خبرتي اكثر منها بس الا ما ارجع لها في اشياء لان هي عندها الاساس هي مدربه وطول الوقت عندها الابديتس على كل حاجه وكلنا طبعا حيكون عندنا يعني في شيء تكاملي طيب يارا بس قبل نختم عندي سؤال بس ممكن يكون يعني صعب شويه وبالنسبه لي انا تعبت وانا ابحث عن اجابته صراحه ودي اعرف اجابته قبل الله ياخذ امانته الطياره في ابوري طبعا صدق ما قد سمعت فيها ابوري ولا لا هو ما يعتبر بوري هو صوت مع نور كذا يطلع لك من تحت إيه؟ على اساس انه العمال الارضيين تقرب الاتنشن عشان الفيديوهات كانوا يركبون بالجو على الطيارات هذا طبعا تخيل يعني هو مو بوري كذا بس بوري بطريقه اخرى يعني الخدمات الارضيه يكون ايوه طبعا تخيل فوق في السماء شوف طيار متعدي طط تسلم عليه يعني يعطيك العافيه الله يعافيك الحقيقه احنا سعيدين اليوم بوجودك معنا وفخورين فيك وان شاء الله المره الجايه تكوني معنا حتكوني كابتن ان شاء الله يا رب باذن الله الله يسلمك ان شاء الله نشكر مساعد كابتن الطيار يارا جان شكرا لوجودك معنا شكرا لك يعطيك العافيه يارا واكيد يا جماعه الخير عندنا نماذج كثيره اليارا وفي كثير منها صراحه يعني نفخر فيها من بنات الوطن اللي دائما موجودات في جميع المجالات وجميع القطاعات الان المراه السعوديه والبنت السعوديه اخذت تمكينها اخذت حقها وراح تنافس وراح توصل مثل ما احنا قاعدين نشوف ايضا مع الرجال السعوديين مشاهدينا الكرام فاصل قصير راجعين خليكم قريبين حياكم الله مشاهدينا شهدت عملية التجميل حول العالم بجميع أشكالها وأنواعها تزايدا ملحوظا في الإقبال عليها خاصة في السنوات الأخيرة حيث تم تسجيل عدد كبير من الحالات الطبية الحرجة وذلك بسبب عمليات التجميل الفاشلة حيث تم إجراءها من قبل جراحين مبتدئين أو لا يملكون الخبرة التي تؤهلهم لذلك مما أدى إلى العديد من العواقب الوخيمة في الأيام الأخيرة انتشر مقطع متداول للإعلامية المصرية ريهام سعيد بعد إجراءها لعملية تجميلية خلونا نتابع هذا الفيديو مفيش حاجة خالص وأنا زي الفل وأنا مفترية جدا وإعلامية مصرية واقعة في مشكلة واحدة ست ان تتاكد هو انا جايه مشوهه ولا جايه اشحت بشكر كل واحد بيساهم في انه يدمرني نفسيا اكتر بس انا على فكره مش مدمره نفسيا خالص انا مش هصلح اللي انا فيه ده غير لما اتعرض على الطب الشرعي لا يقر انا تعرضت للتشويه اكيد قدامك العافيه استاذه ريهام واكيد نتمنى السلامه للجميع يعني بعض المشاكل وبعض الاخطاء الطبية اللي ممكن تكون لها انعكاسات سلبية وتؤثر أيضا على سمعة الطب التجميلي اللي دائما نشوف فيه أسماء ناجحة وفي أسماء قد تخفق لأسباب أخرى لكن حنا عشان نعرج على موضوع الأخطاء الطبية في التجميل أو حتى الطب التجميلي بشكل عام يسعدنا أن ينضم معنا في الاستديو الدكتور سعود القباع وهو استشاري جراحة التجميل والترميم يا أهلا وسهلا فيك دكتور وحياك الله أهلا وسهلا فيكم وشكرا على استضافتكم في برنامجكم الموقر دكتور يعني في البداية احنا قاعدين نشوف الآن عمليات التجميل أصبحت مثل الكماليات خلينا نقول أصبحت ضروريات يعني كأنها وجبة رئيسية ورسمية عند البعض سواء عند الرجال أو حتى عند البنات بالبداية الآن لما أحد يبغى يقبل على عملية التجميل إيش هي الأشياء إيش هي الاستراتيجيات اللي يسويها قبل ما يقدم على العملية طبعا تعتمد على حالة الشخص إيش الإجراء اللي هو يبيه
هذا أول شيء. ثاني شيء، إذا قرر أنه يعمل إجراء معين لازم يعرف هو يختار مين بالضبط، مين الجراح المؤهل أنه يجري هذه العملية، وكيف يعرف هذا الجراح مؤهل أو لا. أول شيء يستطيع يسأل العيادة أو المستشفى اللي يعمل فيها هذا الجراح إيش مؤهله، هل هو جراح تجميل ولا مثلا جراحة عامة مثلا. ما حد يفرق بالشيء هذا عندنا. أي لابد أن يكون متخصص في مجال جراحة التجميل. هذا واحد. اثنين، يسأل عن تصنيف الطبيب، بمعنى هل هو استشاري، هل هو أخصائي أو طبيب مقيم. لابد أن يكون استشاري، ومن حق المراجع أنه يسأل العيادة الخاصة إيش مؤهل وتصنيف الطبيب اللي يعمل عندكم. فبالتالي هذا أول شيء يجب على المراجع أو المراجعة أن هي تسويه. طيب بالنسبة للمقطع اللي كان متداول جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، شفنا الإعلامية ريهام سعيد، شفنا اللي صار معها، حقيقي شيء مؤسف. وإحنا اليوم يعني كلنا قلقنا إيش اللي صار يعني، فنبغى حضرتك اليوم توضح لنا إيش اللي صار معها. طبعا أول شيء أنا ماني في مكان أو في مقال أني أقدر أقيم أي شخص أو أي طرف في هذا الموضوع. صحيح. لكن أقدر أقول بصفة عامة، طبعا المراجع والمراجعة لما تبغى تسوي عملية تجميل لابد أنه الطبيب يشرح بالتفصيل نوعية الإجراء، إيش المضاعفات المحتملة اللي ممكن تترتب على هذه العملية، ويفرق ما بين المضاعفات وما بين الأخطاء الطبية. بمعنى أنه أي إجراء أو أي عملية ممكن يحدث من وراءها مضاعفات، فلابد أنه المريضة تكون على علم بهذه المضاعفات، بحيث أنه لو حصلت لا سمح الله تكون على دراية بالموضوع هذا وكيفية تفادي هذه المضاعفات وعلاجها على حسب الحالة. لكن في بالنسبة للموضوع الإعلامية هذه، طبعا هو أخذ زخم إعلامي كبير كونها إعلامية في المقام الأول، فلابد أنه حاجة زي هذه تنتشر بشكل كبير. لكن لاحظت أنه في بعض الحوار أنه كان في مثلا أنه الشكل اختلف، أنه في تورمات، في كدمات، في إلخ إلخ. طبيعي أي إجراءات إحنا نسويها المراجعة يحصل لها انتفاخات، لها تورمات، أي وهذا طبيعي، إجراء أو مسار طبيعي ما بعد العملية يتحسن من 3 شهور إلى 6 شهور يعني. في أغلب الأحيان نقول إحنا النتيجة النهائية ما تكون فورية، النتيجة النهائية تأخذ أو تستغرق من 3 إلى 6 شهور. خلال هالفترة يكون في الاستشفاء، الجسم يتعافى من التورم، من الكدمات، من الانتفاخات وإلى آخره. فبالتالي ما نستعجل على نتيجة العملية. أي فما يتم تقييم نتيجة العملية خلال هذه الفترة. صحيح. بالضبط. هو عموما الملف أصبح شائك الآن ودخلت فيهم قضايا، لكن إحنا مش محور حديثنا الموضوع هذا، إحنا بنتكلم بشكل عام. دكتور أنا ودي الآن أبغى أعرف منك معلومة، هل أنا قبل ما أقدم على أي عملية تجميل لازم أسوي تحاليل كاملة وفحوصات للجسم، ولا تعال بس اسدحني على السرير وقطع في وجهي وركب اللي تركب، ولا لازم أسوي تحاليل وفحوصات الجسم كامل ووظائف الجسم؟ سؤال جميل جدا. طبعا إذا المراد هي عملية يعني في غرفة العمليات وليس إجراء في العيادة، إذا العمليات لابد من عمل فحوصات. الفحوصات هذه تختلف حسب عمر المراجع أو المراجعة. بمعنى إذا كان شاب أو شابة في فحوصات بسيطة نطلبها، تحاليل دم فقط بالإضافة إلى أشعة مثلا للصدر. أما إذا كان المريض أو يعني عندهم مثلا مشاكل صحية فبالتالي يتوسع الموضوع، نطلب تحاليل أخرى بحيث أنه نتأكد أنه حالة المريض أو المريضة لكل العمليات الإجرائية تسمح أنه نجري العملية عليها بشكل آمن. فهذا هو الغرض، أنه هي في النهاية هي عملية اختيارية، هي ما هي عملية خلنا نقول طارئة أو عاجلة لابد أنها تجرى، عملية اختيارية، فلابد من مراعاة الحالة العامة للمراجعة تكون حالتها آمنة وتدخل العملية وتخرج منها بشكل آمن. طيب دكتور بس أبغى أفصل بالجزئية هذه أنها مهمة صراحة. مثلا عملية خلنا نقول تجميل في الوجه، أوكي، هل هي تفرق أنه لازم أسوي تحاليل، وللتحاليل مثلا لما تكون مثلا لأعضاء الجسم، لتنحيف، لخصر واو إلى آخره، أو حتى وأنا بسوي عملية في الوجه لازم أسوي تحاليل وفحوصات؟ طبعا أي إجراء جراحي سواء عملية تجميلية أو عملية تبع أي تخصص جراحي آخر في تحاليل حنا نسميها كومون يعني شائعة تنطلب في كل الأحوال، من ضمنها تحاليل الدم هذه اللي فيها مثلا وظائف الكلى، السي بي سي أو اللي هو نسبة الهيموغلوبين في الدم، بحيث أن طبيب التخدير أيضا يطلع على نتائج هذا التحليل ويشوف هل في تعارض معه يكون مع أدوية التخدير أو لا، هل ممكن لا سمح الله تعمل مشاكل في وظائف الكلى أو إلى آخره. في تحاليل معينة في النهاية هي شائعة وكومن بين كل الحالات الجراحية. اللي يفرق
الحالة الصحية للمريض إذا كان عنده أمراض مزمنة لا يتطلب الموضوع فحوصات متخصصة على نطاق أدق في الحالة هذه. دكتور سعود، أنت قلت العمليات هي يعني العمليات التجميل تحديدا هي عملية اختيارية، لكن في بعض الحالات بتكون يعني على نفسية المريضة بيعكس، فهنا بتكون عملية واجب أنها تسويها المريضة. بنعرف أنه كل نوع جلد يختلف عن الآخر، فممكن العملية نفسها شد الوجه الشخص يسويها تنجح معه شخص لا، النتيجة لعمر المريضة أو نوعية الجلد، فكيف إحنا ممكن نتفادى أنه يصير تشوه؟ سؤال أيضا جميل. طبعا بالنسبة لحضرتك تفضلت قلت الآن أنه تفرق على نفسية المريضة أنه ممكن تتحسن، هنا نعتبرها حاجة المريضة لهذا الإجراء أو العملية، لكن أرجع أقول هي تظل اختيارية فيما يتعلق بالوقت أو توقيت إجراءها. اختيارية أنه تكون مجدولة مثلا بعد شهر بعد شهرين بعد 3 شهور، فهي اختيارية، غير الحالات الأخرى الطارئة تبع التخصصات الجراحية الأخرى. هذه نقطة. النقطة الثانية اللي احنا قلنا بالنسبة للموضوع أنه هل تفرق على نفسية المريضة أو لا، هنا يرجع إلى المشكلة في الأساسية اللي عند المراجع. في مثلا بعض الحالات خلنا نقول مثلا اللي يتقدم فيهم السن يكون عندهم ترهل في الوجه، حابين هم يشدوا الوجه بحيث أن يستعيدوا النضارة والتجدد اللي في البشرة، فهذه أوكي حنا نراعي هذا الطلب. في ناس آخرين اللي بيسووا عمليات التكميم يفقدوا كمية كبيرة من الوزن وفي وقت جدا قصير، فبالتالي كل شيء في الجسم يطيح. هذول طبعا بالنسبة لهم ضرورة نعم، بس تظل أيضا اختيارية في النهاية. كيف تفادى التشوه؟ أي نعم، بالنسبة للتشوه هنا طبعا يجي يجي الآن اللي هو خلنا نقول وقت الكونسلتيشن أو الاستشارة بين المراجعة وبين الطبيب أو جراح التجميل، لابد أنه يشرح بالتفاصيل إيش ممكن يصير من مضاعفات بعد مثلا خلنا نقول عملية شد البطن أو شد الوجه، الاحتمالية المترتبة على إجراء هذه العملية، يشرح بالتفاصيل نوع المضاعفات، إيش المضاعفات اللي ممكن تكون أكثر شيوعاً اللي هي صحيح. مثلاً آثار الجروح أو الندبات خلنا نقول أو السكارز. ما في أي عملية تجميل إلا لابد يكون في أثر للعملية، بمعنى صحيح. ما في أي عملية إلا لابد تترك أثر بالضبط. اللي هو أثر الجرح أو السكار. إحنا ما نقدر نعتبره تشوه، يعني أثر الجرح لا يعتبر تشوه، لكن في أثر يفرق عن أثر آخر، هذا هو. في الناحية التجميلية إحنا بنراعي أن يكون الأثر يكون أحياناً مخفي، يكون أحياناً ظاهر بطريقة كويسة، نوعية الخياطة نعم بالضبط، في تفاصيل قابل الاستشفاء برضو نعم صحيح. طيب. دكتور بروح لجانب آخر. الآن أعتقد أنه شفت أحد المقالات في صحيفة الديلي ميل صنفت تطبيق الانستغرام كأول تطبيق مسبب على الصحة النفسية على الناس. لهذا السبب ممكن حسب خبرتك في هالمجال أنه ارتفعت عمليات التجميل بسبب التطبيقات، بسبب التكنولوجيا، بسبب الفلاتر اللي احنا قاعدين نشوفها، من مسألة خبرة أكيد أنه مر عليك هالشيء هذا، أنه جاك أحد قال أنا أبغى أطلع نفس الفلتر، أبغى أحد أطلع نفس الفنانة الفلانية، فأعطنا بعض القصص اللي مرت عليك. طبعاً احنا الآن عايشين في عالم وفي عصر السوشيال ميديا، تلقي المعلومة أصبح سهل، الاطلاع مثلا على عمليات التجميل صار جدا سهل، صور اللي هي البيفور اند افتر او قبل وبعد، فيجوا كثير فعلا حقيقه مراجعات دكتور ابغى تعمل لي عمليه، ابغى اطلع نفس النتيجه الصورة. هذه نفس الصوره. فانا عندي صراحه نصيحه لكل المراجعات انه بلاش نقول ابغى اكون مثل هذه الصوره، ليش؟ لانه في النهايه انت مختلفه وهذيك مثلا المشهوره ولا الفنانه ولا الممثله ولا وليكن مختلفه عنك، فبالتالي ما يمكن أنا كنفس الجراح لأجري العملية عليك وعليها أن أعطيك نفس النتيجة. هذا كمبدأ. ليش؟ لأنه لو إحنا سلمنا بهذا الأمر وصرنا ننساق وراء هذه المطالب يكون سقف التوقعات عند المراجعات جدا عالي، وبالتالي لما يحصل فيه مضاعفات ما يكون عندهم تقبل. ليش؟ لأنه أنا ما طلعت نفس الصورة هذه. بس صار الدكتور عند بعض الأطباء أنه فعلا يستنسخون، يعني من بعض الدعابات اللي مرت علينا يقول لك بعض الاطباء، واحنا ما نعمم طبعا، فيه عالم التجميل فيه الكفو وفيه على قولتهم المتوسط ولا نعمم ابدا، يقول لك في كتالوج من باب النكت، يعني انه تيجي تختار البنت ابغى نفس الصوره هذه، تيجي بكره واحده تختار نفس الصوره هذه، تيجي بالشارع تحصل متشابهات. فعلا فيه الكتالوجات هذه او الرسمه المعينه عند بعض الدكاتره؟
والله انا اتكلم حقيقه عن نفسي، انا ما اتبع، لا اتكلم بشكل عام يعني ما اتكلم، لكن ممكن يكون هذا الشيء موجود في مكان ما في بلد ما، ممكن يكون موجود، لكن في العموم عندنا في السعوديه غالبا ما اتوقع في ناس يتبعوا هذا الاسلوب، لكن في اطباء ومنهم انا شخصيا اكون عندي حالات قبل وبعد، حالات انا لي انا، بحيث انه لو جت مريضه او مراجعه حابه تعمل مثلا شد للوجه او شد للبطن نوريها مثلا قبل وبعد، بحيث يكون عنده تصور لمكان الجرح، كيف يكون اثر الجرح نتيجه الشد، يكون عندها تصور بحيث انه في النهايه تقرر بالايجاب ولا مثلا تقول لا انا اعتذر عن العمليه. صح، وبالذات العمليات البادي كونتور بنروح نشوف خصر احد مره صغير، تروح البنات ابى زيها، المشكله في ضلع في الحوض ما حينفع يطلع نفس الشيء. وبالحديث عن الصوره، انا رحت لدكتوري قلت له عامله صوره بفلتر، شفت البشره حلوه، قلت له دكتور تعرف تعمل لي بشرتي كذا؟ قال لي مان انت نوع بشرتك ما حينفع يكون بالشكل ذا، بس احنا نقدر نوصل نتيجه قريبه الحقيقه. أكيد. فعلا هو لان دكتورك رد عليك الاجابه هذه اعطاك اجابه حقيقيه. أيوه. دائما يعني فيها اطباء والحمد لله موجودين عندنا في المملكه، يعني على سبيل المثال برضو الدكتور سعود يعني من الاطباء اللي خلينا نقول يعني يخافون الله وفي عندهم ذمه وضمير، لما يجي له مريض او يجي له مراجعه حس ان العمليه ما تناسب ما يفكر بتقاضي المال، ممكن يمشيها، ممكن يقول انا ما اقدر اسوي الشيء هذا. عشان كذا احنا دائما ما نشكك في اي احد، احنا دورنا نوعي، دورنا نسلط الضوء، يعني مثل ما استفدنا مع الدكتور سعود انه لازم نتوخى الحذر باختيارات عمليه التجميل، في فحوصات لازم نسويها، في تحاليل، ونكون ان شاء الله قدمنا حاجه مفيده للمشاهد الكريم. عموما اكيد نشكر الدكتور سعود القباع واستشاري جراحه التجميل والترميم، شكرا لحضورك معنا دكتور، يعطيك العافيه. عفوا، شكرا لكم، شكرا. يعطيك العافيه، واهم شيء كمان يا نادر اختيار الطبيب او الجراح لازم تنتقوه بعنايه. مشاهدينا راح نروح الفاصل وراجعين معاكم. حيا العين مشاهدينا الكرام، دائما التنوع بالقصص والفقرات هو عنوان استديو اس بي سي. بروح معكم لفقره اخرى، فقره ايضا تروي قصه نجاح ملهمه، واللي كان فيها البطل او بدا مغامرته عام 2000 بصندوق باذنجان، واستمرت الى احتراف التسويق الالكتروني. اكيد انه خبير التسويق الالكتروني اللي بيكون معنا في الاستديو اليوم الاستاذ خطاف الخطاف، راح يروي لنا قصه كفاح بدات من تجاره بيع الخضار الى ان اصبح خبير تسويق الكتروني. يا هلا وسهلا فيك استاذ خطاف، حياك الله. يا هلا فيكم، حياكم الله، اهلا وسهلا. انا من البدايه صراحه شدني كرتون الباذنجان، ابغى اعرف سالفه الباذنجان من البدايه. سالفه الباذنجان او الخضار بشكل عام كانت تجربة مرحلية بالنسبة لي في حياتي، وخصوصا أنت تتكلم عن مرحلة كان العمل فيها في السوق هذاك الوقت يعتبر عيب، شحيح. أي صعب، لا مو بشحيح، كان عيب أن الواحد يشتغل بسوق الخضر، يعني صح. كان الغير سعوديين ذاك الوقت في السوق كان نسبتهم عالية جدا، ولسه قطاع السعودة في الخضار توه بادي. ففكرة انك تروح السوق بتواجه الرفض من اهلك، بتواجه الرفض من زملائك، بتواجه الرفض، ما كانت شيء، يعني ما كان شيء ذاك الوقت انه اوه ما شاء الله بتروح الخضار كويس الله يوفقك، ما كان في كلام ذا، كان ينقال يا اخي ايش تسوي انت تراك فشلتنا، يعني هذا اللي كان ينقال. صحيح. التجربة بالنسبة لي كانت صراحة مثرية، علمتني قيمة الريال. يمكن يستغربون الناس من الكلام هذا، أنا بضرب لك مثال الحين وانت بتفهم الكلام اللي بقوله. على سبيل المثال أول يوم لي كان داخل سوق الخضار، داخل السوق، أنا الحين داخل السوق، جيت طبعا صليت الفجر في سوق الجملة وأخذت البضاعة وجيت لسوق العتيقة، وموجود إلى اليوم ترى سوق العتيقة، وجلست في محلي أرتب وصفصف وأنظف وأشوف اللي جنبي وش يسوون وأسوي زيهم.
قلد اقلد إيه اقلد بالضبط. وكان بعضهم جزاه الخير يعلمني لا هذه لا تسويها كذا، انت شكلك جديد، اي هذه سوها كذا، هذه حطها كذا. فيوم جت يعني راحت ساعه ساعه ونص اشوف الناس اللي في المحلات او بالاصح المباسط لانها كانت بسطات يعني، اشوفهم يعني يطلعون شاهي هم جايبينه من بيوتهم، يطلعون قهوه، يطلعون اغراض هم جايبينها من البيت. فجيتك انا طبعا رحت البوفيه، البوفيه جنب المحلات، اخذت لك نسكافيه بريالين والله وساندويتش ومويه يعني مويه صحه، مويه صحه بريال. ففطوري ذاك الوقت كلف 5-6 ريال يعني تقريبا. ايوه نهايه اليوم انا في عندي اشياء كل اليوم وانا واقف عشان ابيعها ربحي منها في اليوم كله 10 ريال راح على البوفيه. نصه راح على بوفيه وراح على شاي وعلى كلام فاضي. بركه دلع نفسك. يعني لا حسيت ان الريال له قيمه. صحيح. ليش؟ يعني على سبيل المثال الليمون انا اشتريه ب 14 ابيعه ب 15. فهامش الربح اللي فيه ما يسوى. مو بزي الباذنجان، الباذنجان لا كان شيء يسوى. اي باذنجان ليش؟ يعني ب 4 ريال ينباع ب 14 ب 15 ب 16. تختلف، هي مختلفه يعني. الخضار مثل سوق الذهب. كل شوي سعر وهذا طبيعي يعني. صحيح جميل. فالشيء اللي انا استفدته صراحه من التجربه هذه تقدير قيمه النقد الريال. اول شيء الشيء هذا عند الموظف ترى يكاد يكون شبه معدوم، لكن اللي يشتغل ويوقف من الفجر الى الظهر يروح يريح شوي ويرجع العصر الى الليل بيصير شوي عنده حرص على الريال ما يصرفه في اي. فاليوم الثاني جبت اغراضي معي. ايوه خلاص تعلمت. فاخذنا الدرس، تعلمنا الدرس، وكانت الحقيقه تجربه مثريه جدا حتى على جوانب ثانيه في الصبر والتعلم من الاخرين، التعلم حتى من العميل نفسه. اختلاط مع الناس هذا حيكون صعب. يعلمك حتى انا ما كنت اعرف افرغ الصندوق الاحمر في داخل الكيس، كان يعني حتى جسمي كان صغير وما كنت ما كان عندي المهاره الحركيه اللازمه زي المحترفين في ذاك الوقت. فكانت تجربة ما ندمت عليها أبد، تعلمت منها أشياء كثيرة ولا طيب جميل. أنا أحييك على اختيارك الباذنجان، باذنجان من الخضار اللي ما يفسد بسرعة. صح. وكونك أنت لسه جديد في السوق فلازم أخذ شيء عشان أنا ما أعرف لسه، ما عندي علاقات وما أقدر أبيعه. فبرافو أحييك. خلينا نروح لليوم التسويق الإلكتروني اللي ما شاء الله خلاص صرت خبير فيه. إيش الأفضل تشوف؟ تشوف أول أحسن لما أنا بيدي وأتواصل مع الناس ولا ولا تتحيز للالكتروني؟ خليك صريح معنا. طيب. لا هو شوفي التسويق الالكتروني شيء حديث. يعني في عام 2000 ما كان في تويتر، ما كان في يوتيوب، يعني او يعني كانت ايام التلفون الثابت، ما كان في جوال. اي يعني ما كان في جوال، الكباين كانت مستحدثه. يمكن كثير ناس الحين يشوفون يقولون وش الكباين؟ وش الكباين؟ يعني مواليد 2000 ومثلا 18 ما يعرف وش الكباين، وش الكباين. فكل هذه اشياء كانت غير موجوده، الاشياء اللي نشوفها اليوم وننعم فيها ولله الحمد ما كانت موجوده. فاول الواحد علشان يسدد فاتوره التلفون الهاتف الثابت كان يضطر يروح مكتب الاتصالات او شركه الاتصالات ويمسك سيره طويل عشان يسدد. يعني الرواتب كانت تاخذ كاش. صحيح. بعدين صار شيك تروح البنك، بدينا نتطور شوي، بعدين دخلنا في موضوع البطائق والصرافات. فالمقصد من كلامي ان التسويق الالكتروني ما نقدر نقارنه انه ما كان خيار، لانه ما كان موجود ببساطه يعني. اما من ناحيه نتكلم عن اليوم، اليوم الاتصال المباشر لا شك انه اثره اقوى من الاتصال الرقمي. انا لما اعرض سلعه او اعرض منتج لأي كان رقميا فأنا أتصل بالعميل هذا رقميا، بيني وبينه لغة مشتركة، بيني وبينه لغة اتصال. أنا لما أعرض عليه أي خدمة أو منتج فأنا أتصل فيه. لما أظهر له كإعلان أو كمحتوى مرئي أو مسموع فأنا في اتصال بيني وبينه. بالضبط. فالاتصال المباشر بطبيعة الحال لكل أسهل. لكل طريقة لها. إيه. لكل طريقة لها فنياتها طبعا. لا شك. بالضبط. أنا الآن أبغى أرجع ورا شوي ورا. احب الايام الماضيه وسوق عتيقه والامور القديمه شويه، وابغى اقتنص من خبرتك شويه حتى للشباب اللي الان ممكن يتابعونا وبيقدمون برضو بسوق العمل بالخضار.
انت ذكرت انه الباذنجان هو الوحيد اللي ممكن فيه ربح عالي، ليش باقي الخضار ما فيها ربح عالي؟ وكيف انا اعرف اللي فيها ربح واقدم عليها؟ يودينا نصيحه اللي بيدخل اليوم. هو الخضار ليست صنف واحد، هي اصناف متعدده وفي اشياء موسميه تجي مره واحده في السنه. على سبيل المثال الجح اللي يسمونه البطيخ، ما ادري لها اسم ثاني ولا اي، هذا لا موسمي. التمور تصنف من يعني من الفواكه ولكنها موسميه. ففي اشياء موسميه وفي اشياء تصلح مع بعض وفي اشياء ما تصلح مجتمع. فانت لما تزور السوق مثلا تيقة تلاحظ ان اللي يبيعون الخضار غير اللي يبيعون الورقيات. لا الورقيات، الفواكه مستقله، سوق مستقل. صحيح. ففي عندنا خضار ورقيه وفي عندنا خضار غير ورقيه، الخضار العاديه الباذنجان. وفي عندنا الطماط يعتبر صنف، تقدرين تقولين البطاطس كذلك، ممكن البصل كذلك. فهي يعني هي تشكيله. التاجر الذكي اللي يشك يقدر يشكل بين اكثر من صنف حتى يصير عنده توازن ويخدم العميل أكثر. هو اهم شيء انك تخدم العميل اللي جايك من كل الاصناف اللي تعرضها له، بحيث انك تلبي حاجته وتخدمه بشكل يعني سريع. طيب حلو، الان انا ابغى استغل وجودك عشان بس ضيق الوقت. بس قبل ما ندخل في الباذنجان، لا هي سالت سؤال، قالت ليش الباذنجان غالي وغيره مو بغالي. طبعا الاسعار المتفاوته سببها طريقه الزراعه. في طرق زراعه مكلفه جدا. وهل هو مستورد ولا محلي؟ فكل هذه تلعب دور في التسعير في سعر المنتج. احنا صرنا نشوف كثير صاروا يستوردون حتى من الصين، خصوصا البصل والبطاطس والثوم، هذا لهم جماعه كذا بس يبيعوا ذي الاشياء. بالضبط. طيب استاذ خطاف، لعلي اسالك عن رقم 1760، وش يعني لك؟ 1760. ايوه، ارجع بنا الماضي شويه، اول وظيفه. هذا اول راتب كنت. ايوه. ابي اسالك عن اول راتب، انت كنت بسوق الخضار تكسب 15 ريال 16 ريال باليوم. ورحت انتقلت بوظيفه. لا لا لا، في الخضار ما كنت اكسب 15 ريال، يعني مبلغ اقل من المبلغ هذا. هذا في منتج واحد. ايوه بمنتج واحد. لا هو قالها بس عشان العين يرد العين. لا لا مو لا، خلينا نوضح. لا لا كنت اطلع خير. ما كنت بتعلمنا طيب. لا كان يرد العين والحين قال فاما بنعمة ربك. شوف التجار لازم تستدرجهم عشان يعملوا. لا لا هو الفكره وين؟ انه كان ضغط مجتمعي ذاك الوقت علي. كنت تخبي. انه لا ما يصلح، يعني تراك مفشلنا وشوله ليش؟ وغير كذا ما في احد كان يساعدني انا، يعني كنت ابغى احد يوقف معي مثلا، ما القى. اللي موجودين في السوق يطلب مبالغ فيها، يعني مكسبه جيد يعتبر. لا مكسب ممتاز مره. ممتاز. طيب ليش انت تركته وتوجهت للوظيفه وكان راتبها 1760 مع انها دوام ووظيفه وتعب؟ خلني اشرح لك الظروف اللي انا كنت فيها ذاك الوقت. على عجاله. على عجاله. انت الحين مضغوط مجتمعيا، السوق مليان غير سعوديين. غير سعوديين ومنافسين ويبون يضغطونك، وانت جديد اصلا. وانت جديد، اذا تبي نساعدك بنوفر لك احد تعطيه 6000 في الشهر. 6000 كان مره مبلغ كبير. ولا لا معليش. اي يعني، فمع الضغوط هذه جت موضوع الوظيفه. ايوه. فكانت الوظائف اول ترى اسهل من الحين باجد، يعني اول كان حتى ينظر للموظف الحكومي نظره فيها احترام شوي حتى لو كان راتبك قليل. اول كان كويس 1700 يعني. اي طبعا كثير من الناس ما يعرف الشيء هذا، ترى 1700 ذاك الوقت كانت تسكنك في بيت، ممكن تعادل 10000 الان. اي وتفتح لك بيت وتقضي لك كل شيء، يعني الاسعار كانت جدا مختلفه عن اليوم، فرق كبير. الاجارات كانت غير، السلع كانت ارخص، فاشياء كثيره تختلف. ف 1700 ما كانت سيئه، كانت حلوه، كانت زينه يعني. لكن الراحه اللي بيحصلها الموظف قدام الكرف وضغط المجتمع وانك ما عندك القدره الكافيه على انك تدير موظفين، اكيد انك ما راح تستمر في هذا الضغط الكبير، خصوصا ان ضغط المجتمع كان اكبر. وانت تقريبا يعني ما في الا انت ومعك واحد في السوق كله سعوديين، ما كان
شيء يعني اعتيادي ما كان شيء مقبول طبعا يعني. طبعا لا بس اليوم صرنا نشوف ما شاء الله لا الان الوضع مره تغير وشفنا كمان الدلاله في جده في سوق الخضار ما شاء الله يعني حتى في سيدات اليوم ما شاء الله يعني الموضوع صار شويه سلس بس ملاحظه يمكن لو تغردون في تغريده في تويتر بهذا الكلام بتلاحظون هجوم من بعض المتنفعين في السوق ترى في ناس من اللي موجودين في السوق ما يبغى احد يجرب ما يبغى احد يروح يشوف يخوفهم اي لا مو بصحيح خسائر والله خسر انا وش اللي اقوله رح جرب لا تسوي شيء رح تفرج حلو الله يرحم والديك شوف شلون السوق يمشي انت سالتني قلت شلون انا اعرف وش اشتغل في الورقيات ولا في الباذنجان ولا وش اشتغل فيه هنا يجي دورك انت انك تروح تجرب تشتغل مع احد كبدايه صحيح. جميل بس ابغى اختم منك بنقطه اخيره لعلي يستغل خبرتك الماضيه وخبرتك الحاليه الان بالتسويق الالكتروني اكيد ان التسويق اختلف مثل ما ذكرته قبل شويه طبعاً. الان التسويق الالكتروني له ادواته وله طرقه بعضها احنا راضين عليها كمستهلكين وبعضها قد لا يكون جيد كيف تشوف الان سلوكيات التسويق الالكتروني بالوقت الحالي كسلوكيات بالذات الخضار واذا ما نقيته على يدي صعب وضح وش يعني سلوكيات التسويق الالكتروني قصدك سلوكيات المستهلكين لا البائعين في التسويق احنا قاعدين نشوف الان في طرق جميله في طرق لما اوصل المنتج بطريقه مفيده ايضا للمستهلك الان قاعدين نشوف بعض حتى الاعلانات من خلال التسويق تكون عند كل من هب ودب ما هو فاهم بالشغلة ولا هو بخصها ولا جربها أصلا ويسوق لها طبيعي لكن شوف بقول لك شغلة في عام 2013 أو 14 بدأ موضوع التسويق وكان صعب عليك أنك تسوي حملة ممولة كان مرة شيء معقد كان شيء صعب جدا فالمنصات الإعلانية تطورت وسهلت الموضوع على المستخدم أنه يطلق حملة إعلانية حتى في حملات يعني ذكية جدا إلى درجة أنك بس تحط رقم البطاقة وتشغل الموضوع يعني ودع كل شيء يمشي وهذا هو الدارج عند أكثر المستخدمين لهذه المنصات وهذا خطأ لأن التسويق الإلكتروني هو علم صغير صحيح يتفرع من العلم الأساسي لعلم التسويق أصلا النظريات اللي برمج عليها منصات التواصل الاجتماعي اللي نطلق منها الحملات الإعلانية المولة هي أساسا مستمدة من علم التسويق نظريات الله. علم التسويق كل شيء مستمد من علم التسويق فإذا أنت ما عندك خلفية أساساً في مبادئ التسويق الأساسية فما راح يكون أدائك جيد بما يكفي أنك تحقق أهدافك اللي أنت تبغى توصل له جميل إضافة إلى ذلك التسويق الإلكتروني فيه أمور رقمية بسيطة طبعاً ما ترتقي ما تصل إلى درجة أن مثلاً برمجة لا ما تصل إلى هذا المستوى لكن في أشياء لا لازم الواحد يفهمها ويعرفها حتى يبني حملاته بشكل سليم بطريقة مقننة ويستهدف بشكل سليم بالضبط. يعني أنت أحياناً لما تجيك إعلانات تحس إنه خطأ إنه يطلع لك هذا الإعلان هذا اللي ناقصه هذا يسمونه أخطاء الاستهداف بالضبط. بسبب عدم معرفة الشخص القائم على أداء هذه الحملات بالضبط. لكن ترى اليوم معظم الحملات معظم المنصات الإعلانية صار فيها ذكاء صناعي يعني غير طبيعي في وخوارزميات صارت أيضا تلقن لهذه المواقع احنا اكيد يعني حاولنا نمزج ما بين يعني الماضي وسوق الخضار وايضا التكنولوجيا والتسويق الالكتروني يعني اكيد ان شاء الله نكون قدمنا مادة حلوة جميلة وتعرفنا برضو على قصة ايضا ملهمة بدأت يعني من كرتون باذنجان الى الان التسوق الالكتروني اكيد احنا نشكر ضيفنا في الاستديو الاستاذ خطاف الخطاب خبير التسويق الالكتروني يعطيك العافيه استاذ خطاب شكرا لك يا اهلا وسهلا حياكم الله يعني الحقيقه الهمتني انا حكون منافس ان شاء الله بكره يعني بتجيب مع كرتون باذنجان تبيع علينا ايوه اول انت جرب فيكم اذا نجحت ان شاء الله خلاص انا عندي صار مصدر ثقة أستاذ خطاف إن شاء الله حيكون داعم يعطيك العافية أستاذ خطاف الله يعافيك حياك الله ومشاهدينا خلينا نروح ونشوف نقاط التحول الملهمة هي فرصة للتغيير ثقتك بالله والأمل هما الأهم لتتجاوز وتتعايش قصتنا اليوم لعبد الله بن مشاري الحسين نشوف معكم هالتقرير من المنطقة الشرقية
أجمل وصف للحياة أنها تستمر رغم كل شيء، ما توقف لحادث أليم ولا تتعطل لوقوع مصيبة، تستمر مليئة بالأحداث السعيدة والأليمة، والعاقل اللي يفهم أنه لا فرح يبقى ولا حزن يدوم. كنت أعمل في وزارة الدفاع القوات البحرية في قسم الشؤون الهندسية بما أني مهندس، وهذاك اليوم كان عندي انتداب لدولة الكويت اللي هو تاريخ 28/9/2019، وذهبت كعادة أي إنسان قبل يمسك خط يبي يروح يشيك على السيارة، يشيك على الزيت والكفرات، رحت شيكت على أموري أمور طيبة وأنا ماشي، ما أدري وش رجعني سبحان الله، قلت لا برجع أشكر الرجال بنفسي وأقول يعطيك العافية ما قصرت وكذا وكذا. شوي لجت سيارة ودعمتني أنا وياه، فانقلان المستشفى، دخلت غيبوبة تقريبا شهر ونص كنت عايش على أجهزة. أهلي كانوا يشغلون لي مقاطع في اليوتيوب شلون الواحد يفرش أسنانه، شلون الواحد يغسل يده وهكذا، يعني كانوا يعملوني كأني طفل صغير. بعد ما جتني إن عدم الحركة وكذا سووا تحاليل لي وأشعات من وإلى المستشفى، وجدوا إن عندي جلطة بالحبل الشوكي الفقرات الرقبية الخامسة والسادسة، وشخص الحالة بشلل رباعي. قعدت مع نفسي أفكر أقول يعني أنا كذا يعني بكم بعيش حياتي مبسوط ولا بعيشة تعيس؟ عايشة بالطول بالعرض، ما لي إلا أنبسط فيها. فتقبلت الأمر الحمد لله. والله هي حادثة الله لا يكتبها على أحد، ولا نتمنى أن أحد يقع فيها، والله يشفي كل مريض إن شاء الله. بالنسبة لعبد الله، نقطة التحول هي طبعاً بعد الحادث، لكن كيف تحول هذا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ورضاه على عبد الله والمجموعة اللي حوالينه، يعني سواء كن أمه، خواته، زوجته، كانوا داعمين بكل ما أوتوا من قوة أنهم يوصلون عبد الله للمرحلة اللي هو فيها. أجمل وصف للحياة أنها تستمر رغم كل شيء، ما توقف لحادث أليم ولا تتعطل لوقوع مصيبة، تستمر مليئة بالأحداث السعيدة والأليمة، والعاقل اللي يفهم لا فرح يبقى ولا حزن يدوم. خلونا نروح نشوف مع المهندس عبد الله أحد المواقع اللي نفذها وأشرف عليها بإبداعاته وبلمساته وصنعت بحب. طبعاً في البداية المكان جانا يعني عظم ما في أي شيء، جون الكاستمر قالوا حنا بنفتح قهوة وألوان اللي نبغاها في القهوة اللون الأخضر، أعطونا درجة لهم يحتاجونه، واشتغلنا الانتريال ديزاين كاملاً، عجبكم عجبكم غير هذا عدل هذا، إيه وصلنا للنهاية. الإنسانية مرحلة، وأصعب تلك المراحل هي نقاط التحول التي تثقله وتغيره، فلا تكن كمن عاش شطر حياته الأول يشتهي الشطر الثاني، وعاش شطر حياته الثاني آسفاً على ضياع شطره الأول. أكيد نشكر زميلتنا سندس محمد اللي رصدت لنا هالتقرير الإنساني اللي فيه طاقة إيجابية، في أمل، في تفاؤل، في طموح، ما في توقف عند نقطة إعاقة أو أنه أنا جليس في المنزل أو حبيس دراجة، فالنجاح والطموح لا عنان له. أكيد مشاهدين الكرام نتوقف فاصل قصير ونرجع لكم قريبين.
حياكم الله مشاهدينا. كلنا نعرف أن سماعات الأذن بمختلف أنواعها نستخدمها للاستماع للمحتوى والخصوصية في المكالمات وتجنب المخالفات أثناء القيادة وخصوصاً السيارة، لكن يوجد أطباء يحذرون من خطورة الإفراط في استخدامها. قبل ما نناقش هذا الموضوع خلونا نشوف التقرير التالي. يستخدم البعض سماعات الأذن في المكالمات والاستماع للمحتوى بشكل شبه يومي، وخصوصاً عند قيادة السيارة، ولكن في أطباء مختصين يحذرون من خطورتها، خصوصاً اللي يستخدمونها بشكل مفرط وبطرق غير صحيحة مثل رفع الصوت لأعلى درجة. لذلك نشوف كثير من الأطباء يوصون بتقليل استخدام سماعات الأذن وعدم استخدامها لمدة تتجاوز 60 دقيقة يومياً، وضرورة عدم زيادة مستوى الصوت عن 60%، ذلك لسلامة السمع، وأيضا لتجنب حدوث مشاكل صحية مثل الالتهابات البكتيرية والفطرية نتيجة تدني نظافة السماعات واستخدامها من أكثر من شخص. والسؤال، هل أنت من مستخدمي سماعات الأذن بشكل مفرط؟ أكيد مشاهدينا سماعات الأذن أصبحت ضرورة وأصبحت ممكن تكون إجبار في بعض الأحيان، ولكن من المشاكل أنها تصبح إفراط وتسبب لنا أيضا عواقب صحية لا سمح الله. عشان نتكلم عن الموضوع بشكل أوسع انضم لنا في الاستديو الدكتور محمد التويجري وهو استشاري الأنف والأذن والحنجرة. مساك الله بالخير دكتور محمد، يا أهلا وسهلا. مساك الله بالخير والنور والرضا، وأهلا فيك صراحة أخ نادر وإيمان، وأتمنى يكون البرنامج أيضا ممتع، وأتمنى يكون الفقرات كما هي الحقيقة فقرات جميلة، سواء الفقرات اللي قبلي أو الفقرات القادمة، فهي تجمع الحقيقة جمال الاستديو والبرنامج هذا بين يعني فقرات متنوعة ليخدم أكبر شريحة من المجتمع، فتارة مجال طبي وفقرة طبية فقرة رياضية، وأخيرا صراحة فقرة يعني جميلة صراحة اللي هي ريادة الأعمال. وتعرفون إحنا الآن في ثورة ثورة ريادة الأعمال للشباب، وكيف كيف العمل، وأحيانا يكون إنسان يعني زي ما قال الضيف السابق الخطاف طبعا انه المواليد 2018 قد يواجهون هذه المشكله، وصار السوق مختلف عن ابائهم السابقين وعن عمليه التجاره والبحث. انا ما احب اعلق كثير، لكن انا فقط اوجه الشباب اللي يمكن مشوا في الفقره واستمتعوا فيها كما امتعنا الضيف السابق خطاف انهم يتوجهون الى منصات اللي هي منصات اللي حاضنات الاعمال، وايضا في كتيب جميل اسمه دلني على السوق. الحقيقه هذول جميلات جدا، يبدا فيهن الشاب حياته يستطيع ان ينطلق انطلاقه جيده. كتاب دلني على السوق دكتور تشكل لك في التسويق، وهذا الشيء هذا اللي بيخليني استغل الان بعد ما ندخل في موضوع يعني بيخليني استغل اني ارجع واسالك عن هالموضوع هذا. لكن الان بما انك ذكرت انه الفقرات يعني على قولتهم متنوعه، لكن ثقة تام بان استوديو اس بي سي يتزين بوجودكم انتم كضيوف، ويزداد ايضا جمال بمشاهده الساده المشاهدين البرنامج اللي دائما طاقم العمل شغالين على مدار الساعة على أساس نطلع بشكل جميل وبشيء أيضا يعني يرتفع لذائقة المشاهد. دكتور بما أن اليوم حديثنا عن السماعات عن الإذن، السماعة أصبحت ضرورة، أصبحت حاجة، وقد بعض الأحيان في الأعمال تصبح إلزامية على البعض مننا. كلام صحيح. الآن أبغى أعرف منك هل هي فعلا مضرة ولها مشاكل على أذاننا ولا بس كلام؟ التقرير اللي ذكرته قبل قليل جميل وجيد، وصراحه قد يكون يغطي على جزئيه بسيطه من المشاكل السماعات. لكن هالسماعات الان هل هي ضروره؟ نعم ضروره الان في وقت الحاضر، خاصه معظم حياتنا صارت يعني تواصل، التواصل اللي هو عن طريق الجوال والتليفون. هل تستطيع ان تضع السماعه طول فترك والتليفون على مثلا في اذنك؟ سيؤثر اشياء كثيره، اذا كنت تاخذ مخالفه بالسيارات. السؤال اللي طرحه الحقيقه والتقرير، هل انت تستخدم السماعه؟ انا اقول لا، من الناس اللي يستخدم السبيكر مثلا طول الوقت حتى يتجنب المشاكل السماعات الاذنيه. من ناحيه اضرارها وش سبب من الاضرار، اذا ممكن نجزئها الى اجزاء معينه. اضرار انها توضع بالاذن، وتعرف انه عظمه الاذن او غضاريف الاذن غضاريف حساسه جدا، وممكن اذا وضع فيها جسم عاده مصنوع من البلاستيك او من الربل او احيانا من السيليكون قد تكون تؤثر على الجلد المبطن للاذن الخارجيه، فاستمرار فتره طويله من الزمن والوقت هذا قد يؤدي الى التهاب في هذه الجلد الرقيق جدا الذي هو الخلايا الداخليه ممكن. نعم نحن نتكلم على الاذن الخارجيه، ما احنا لسه وداخل الداخل نجي على موضوع الجزئيه الثانيه. نتكلم على الجزئيه الاول، محل ضررها الموضعي داخل كقطعه غريبه بلاستيكه موجبه للاذن. نجي على موضوع الصوت والموجات وتاثيرها على الاذن الداخليه، هذه جزئيه ثانيه.
الموضوع الثاني ممكن تكون السماعة هذه مستخدمة من طرف آخر، ممكن تكون وسيلة لنقل الالتهاب والفطريات والبكتيريا من مكان لمكان آخر. قد تكون وضع السماعة في مكان ملوث وموضعها مثلا حطها في إذنه فهو نقل الالتهابات من مكان لمكان آخر. أيضا تكمن الموضوع فيما لو كان المريض هذا الشخص مريض سكر مثلا، فندم نقول دائما غضاريف الجسم تحديدا الاذن التهابات مرضى السكر لازم يكون احتياط لاحتياط جدا قوي بحيث انه لا يكون فيها جروح ولا شيء معين، لان الالتهابات في الغضاريف وفي الاذن لمرضى السكر قد ياخذ فتره طويله من الوقت لمعالجته عن طريق طبيب المعالج. اذا كان تبغى ندخل على جزئيه استخدامها والسماء نعم او في جزء او في فقره ثانيه مثلا. اي جميل طبعا. طيب نبي نتكلم عن الفقره هذه اللي تكلمت عنها، استخدامها الطويل وكيف ممكن يأثر حتى على السمع، يعني ممكن يقل السمع، ممكن ضجيج يصير. كلام صحيح. دائما التوصيات العلمية ومنظمة الأمم المتحدة تتكلم على منظمة الصحة العالمية، يعني المنظمات العالمية الصحية وخصوصا المتخصصة في السمع، تقول إنه السمع هو يعني حاسة سمعية للإنسان يجب أن يحافظ عليها طول عمره، ويجب أن يحافظ عليها من الملوثات الضجيجية التي ممكن أن تتلف هذه الحاسة. وتعرف أن حاسة السمع مجرد أن تتلف لا يمكن رجوعها، فدائما يركزون دائما على الأشخاص الذين معرضين أكثر لمثل هذه الضجيج والأصوات المزعجة، مثل يشتغلون في المصانع، يشتغلون في القطارات، يشتغلون مثلا في المطارات، يشتغلون مثلا في الهيدفونز اللي موجودين في الاستديوهات مثلا، مثل الزملاء الموجودين في خلف صحيح. الكاميرات، الموجودين في أبراج المراقبة في المطارات، احنا معك واللي أمام الكاميرات كمان. وهذه هناك توصيات لكل قطعة تتعلق بالسمع، لما تجي للمصنع تلقى حاط له توصية معينة خاصة، وتلاحظ مثلا أحيانا لما تشبك على بلوتوث مثلا او تشبكه مثلا على الجوال يقول لك لا تزر الصوت مرتفع، انتبه لا ترفع الصوت اكثر، فمعناه محصله الكلام الصوت لما يكون عالي فتره طويله على عضيه السمع او على الاذن يؤدي احيانا الى تلف هذه الخلايا، والتلف غير لا يمكن رجوعه، فيكون الانسان لا قدر الله سمعه ضعيف في اخر عمره او في منتصف عمره. طيب دكتور، بعض الدراسات قد تكون أوصت إنه مثلاً خلال السماعة استعمالها ما يتجاوز 80 أو 85 ديسيبل. كان أحسن. هذا بالنسبة للسماعة. نعم. ففي مننا ناس يرفعها لين توصل 96 ممكن 99، وأعتقد لو في أكثر بعد حطها ما عنده مشكلة. خصوصاً وقت لما بتسمع ميوزك أو شيء وما عاد بتسمع اللي حواليك. بس أنت هذا الشخص لما يشيل السماعة من عنده يجلس معه وتكلم معه تجد انه اول 10 ثواني او 15 ثانيه تلقاه هو على قولتهم خارج النطاق، يعني ما قاعد يستقبل، لان الاذن لفتره 8 ساعات مشوشه ومضغوطه على اصوات معينه. هنا يكمن قضيه تلف الخلايا العصبيه داخل القوقعه، او كما تعرف انه ممكن شفت التقرير انه اهتزاز الصوت يروح الى الطبله ثم الى عظيمات الاذن ثم الى من المطرقه والسندان، من السندان المطرقه ثم السندان ثم عظمه الركاب ثم يدخل داخل القوقعه اللي هي مسؤوله عن تحويل هذه الموجات الميكانيكيه الى موجات كهربائيه بطريقه سبحان الله يعني معقده جدا. فهذه خلايا عصبية، مجرد أن تتلف لا يمكن أن ترجع مرة ثانية، فدائما التركيز على المحافظة على هذه الأعصاب والقياس المناسب تقليل الصوت الديسيبل. طبعا تكلمت عن الديسيبل هو مقياس تقيس فيه المختصين من أطباء الأنف والحنجرة، مخصصين حق السمعيات عموما، لكن احنا نقول دائما ابتعد عن الضجيج عن حتى على بالمناسبة دكتور، ترى الناس اللي الآن يبغى يشوفون ترى موجود حتى في السماعة. نعم نعم. يعني أنت لما تسحب وضع الاستعداد من فوق تضغط على أيقونة السماعة بيطلع لك مستوى الضجيج عندك، يحسب لك 85 80 90. فمثل ما ذكر الدكتور انت انه الافضل انه ما نتجاوز 85 بالضبط، اقل بعد كمان اذا استطعت انك توصل الاقل كمان اكثر. ايضا قض الوقت لا يكون اكثر من 4-3 ساعات بالكثير، يعني مجرد 24 ساعه مجرد حط مع باذنه مده 12 ساعه 14 ساعه. سولفنا هذه كم توصل ديسيبل؟ يمكن ما 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 تعدى 25-30 ديسيبل بس بالكثير. حلو كذا مناسب يعني حتى ترتاح الحناجر برضه. طبعا لما تتكلم معك بصوت هادي وانت تستقبل تكون الاذن مرتاحه وتكون ترى حتى الهمس دكتور له ديسيبل معين برضه اعتقد. اكيد اكيد ما في شك. هو طبعا ديسيبل هو قياس شخص اكتشف هذه الظاهره اسمه جراهام بيل اللي اكتشف المقياس، انه اعطى الاذن الطبيعيه البشريه ان تسمع من مثلا خلينا نقول مثلا من 20 ديسيبل، وبعد كذا الى ما توصل حد معين بعد كذا خلاص
بعد 4 كيلو ما تسمعه نهائيا خلاص خارج. عشان كذا تسمع حاجه يسمونها موجات فوق الصوتيه، هي موجات موجوده ومسموعه لكن انا وانت لا نستطيع ان نميزها لانها صوت عاليه جدا، فتستخدم في الاغراض الطبيه، تستخدم في الاغراض الملاحه، تستخدم في اشياء اخرى، لكن الاذن البشريه لا تتعدى هالنطاق الضيق فقط من 20 الى 2000 كيلو هرتز تقريبا في المكان هذه لو قستها، يمكن هذا هو الفرق الوحيد. نعم. طيب بالنسبه للسماعه خصوصا السماعات الجديده اللي لازم يكون فيها قطع بلاستيكيه وتدخلها جوه الاذن، هل هذه ممكن تضر الاذن من خلال ضغط معين ويدفع الشمع للداخل؟ كلام صحيح، احنا كان بنناقش بالبدايه انه اضرارها الموضعيه مجرد تكون تأثير على الغشاء المبطن أو الجلد المبطن للإذن، أيضا تتعارض مع فسيولوجية الإذن في إخراج الشمع من الخارج للداخل. تعرف أن الإذن الخارجية عبارة عن مجرى للسمع ينتهي في طبلة ومسافة تقريبا 2.5 سنتي. هالمكان هذا خلقه الله فسيولوجيا يقوم بتنظيف نفسه بنفسه، يعني لا يستطيع أحد لو تدخل أي شيء ثاني لا تستطيع إلا أن هي بنفسها تنظف نفسها بنفسها، إلا في حالات معينة أن الإنسان ممكن يتراكم الشمع بعض على بعض أو يكون هناك تشوهات خلقية لا قدر الله يضطر المريض هذا أن يذهب إلى الدكتور ليشيل هذا الشمع، وإلا في حياته الطبيعية الإنسان الطبيعية أن الشمع ذا ينظف نفسه بنفسه من الخارج للداخل، من عفوا من الداخل للخارج. لما تحط سماعة أنت أو بلاستيكة فأنت تتعارض مع هذه الفسيولوجية، فيوم بعد يوم بعد يوم الشمع يتراكم بعضه على بعض إلى أن يتكون لكتلة لا تستطيع الخلايا الهدبية لداخل الإذن أن تخرجها كما كانت طبيعية، فتجد أنه تدريجيا يفقد السمع تدريجيا تدريجيا إلى أن يجد فترة معينة يقول أنا سمعي هو يحس نفسه طبيعي هو الحقيقة ما هو طبيعي. لما يذهب إلى دكتور أو إلى خلنا نقول متخصص يفحص الإذن يجد عنده كمية مهولة من الشمع متراكمة بعضها على بعض. يعني أي بمعنى أنه المادة الشمعية الموجودة هذه وجودها صحي. أكيد طبعا أكيد. طيب هذه نقطة جميلة يا جماعة الخير نركز عليها. دكتور بروح الآن لمشاكل السماعات اللي الآن انتشرت في الأندية قاعدين نستخدمها. في المماشي نستخدمها في السيارات في كل مكان. أنا ما عندي مشكلة في الأماكن اللي فيها خصوصية يعني مثل جلسة نستخدمها. لكن في ناس يفرط فيها لدرجة أنه يصحى من النوم هو شابك السماعة على أساس ينام على صوت داخل في راسه. نعم. النتائج اللي ممكن محتمة على هالشخص هذا فقدان سمع بسرعة. نعم. أو في مضاعفات تبين عليه وأعراض، إيش هي الأعراض المباشرة؟ نعم. خلنا نقول الأشخاص هذول بما أنهم يستخدمونه أكيد أنهم يستخدموها على نمط معين بحيث أنه هو يحس أنها هو يسمونها فترة الراحة أو فترة الاستمتاع بالسمع بأن لا يؤثر على أشياء أخرى، لكن حنا نقول فترة طويلة لما تحس أنت كمستخدم لهذه السماعة لفترة طويلة حسيت طنين في الإذن لفترة يستمر معك يجب أن تراجع الطبيب. إذا مثلا حسيت ألم بالإذن سواء خارجيا أو بالوسط أو داخل في عمق الإذن يجب أنك تراجع الطبيب. طبعا في البدايات أنه هو يحس في الألم لما يرفع الصوت، لكن مع الزمن الإذن تتأقلم مع هذا الألم وهو يتأقلم مع الزمن فيكون الألم الإحساس ذهب الإحساس، لكن احنا نقول لما يكون عندك ألم بعد كذا يجب تراجع الطبيب لأنه معنى مؤشر غير جيد. جميل. نعم. دكتور سؤال بس بعشرين ثانية. تفضل. الإذن أو السمع له مستويات. نعم. المستوى الجيد المتوسط الممتاز كم يوصل؟ تعطيني أرقام؟ خلينا نقول مثلا لو وصلنا 25 ديسيبل مثلا هذه 30 ديسيبل هذا يسمع المتوسط نسمع فيه. لا انا ابغى الاذن، الاذن مدى مقياس جودتها. زين نبر اللي هو 6 على 6 إيه؟ مدى مقياس جودة الاذن. لا هو هي لا هنا نجي على تخطيط السمع. ما تقدر تقول لازم تكون تجلس المريض تخطط له السمع تخطيط كامل ثم تعطيه اصوات معينه وموجات معينه وترسم الرسم البياني ثم يعطيك 4 درجات اللي هي متوسط بسيط سمع ضعيف او عادي يسمونه او ضعف بسيط في السمع متوسط وعالي واحيانا يكون بروفاوند هيرنج لوس اللي يفقد السمع نهائيا. هذه الدرجات اللي ممكن يفقدها. جميل جدا. ان شاء الله مشاهدينا الكرام ان نكون يعني اللي يفرطون باستخدام السماعات انهم يعني يسمعون بعض النصائح اللي يعني ممكن تسبب مشاكل على السمع، وممكن في ناس ترى يا جماعه الخير يستخدمون سماعات مقلده وغير اصليه وبافراط وهالشيء يسبب مشاكل. عموما اكيد نشكر ضيفنا الدكتور محمد التويجري وهو استشاري الانف والاذن والحنجره، يعطيك العافيه دكتور وشاكرين لك. وانا اشكركم ايضا على الاستضافه واتمنى لكم قدمنا شيء جميل للمشاهدين واقول لكم ابقوا بالقناه وبالاستديو والقادم افضل. الله يعطيك العافيه ان شاء الله. دكتور فقرات افضل ان شاء الله. يعطيك العافيه دكتور محمد. مشاهدينا الان راح نروح فاصل وراجعين معاكم.
مشاهدينا، في فصل الشتاء يواجه البعض تحديات نفسية تتعلق بالاكتئاب الشتوي، حيث يتأثر مزاجهم بتقلبات الطقس والقلة في ساعات النهار. ولكن هل تشعر بتأثيرات مماثلة؟ خلينا نتابع المزيد من خلال التقرير. يعاني بعض الناس في فصل الشتاء من اضطرابات وتقلبات المزاج، ورغم اعتقادهم أن ذلك طبيعي، إلا أنه قد يكون علامة على إصابتهم باكتئاب الشتاء اللي يحتاج في بعض الحالات إلى علاج دوائي. هذه الحالة تعرف باسم الاضطراب العاطفي الموسمي أو اكتئاب الشتاء، وعادة تبدأ أعراضها في فصل الخريف وتستمر خلال أشهر الشتاء وتتلاشى في الربيع والصيف. وفي بعض الحالات النادرة عند المصابين بالنمط العكسي للاضطراب الموسمي ممكن تظهر حالة الاكتئاب في فصل الربيع والصيف. يعد الاكتئاب الشتوي ظاهرة نفسية شائعة، يرجع ذلك إلى برودة الجو وعوامل أخرى مرتبطة بالشتاء. وقد أظهرت الدراسات أن الأشخاص اللي يعانون من اكتئاب الشتاء يظهرون حساسية متزايدة للإضاءة وتأثيرها على مزاجهم. للحديث أكثر عن أسباب الإصابة باكتئاب الشتاء وأعراضه، نرحب بضيفنا الأخصائي النفسي عدنان الجماز. نقول لك يا هلا وسهلا. يا هلا والله مرحبا، الله يحييكم طال عمرك، ومسي عليكم ومسي على السادة المشاهدين، وأشكركم أن أتحتوا الفرصة، يعني أن أقلها لو ننشر شيء عن الاضطرابات النفسية وعلم النفس سواء في التلفزيون أو عند المجتمع السعودي. احنا دائما عندنا فقرات التوعية بالصحة النفسية وكثير يعني نعنيها الاهتمام. لا ونشكركم والله على هذا الاهتمام صراحة. خلينا نقول اليوم عن اكتئاب الشتاء. يعني نبى نتكلم ايش الفرق بين اكتئاب الشتاء وبين الاكتئاب العام. الاكتئاب الرئيس، اول شيء اكتئاب الشتاء يكون تتراوح مدته بين 4 إلى 5 أشهر تقريبا، ويكون بنمط موسمي. بمعنى أنه يكون مرتبط بفصل الشتاء، هو عادة يصاب فيه الشخص سواء بداية فصل الخريف أو في بداية الشتاء، وينتهي مع حلول فصل الصيف. أما الاكتئاب الرئيس يكون عبارة عن أعراض محددة لمدة 2 أسبوع. الاكتئاب الموسمي تكون نفس الأعراض اللي هي فقدان الشغف، إفراط في الشهية أو نقص في الشهية، اضطرابات في النوم، لكن يفرق بشيء بسيط اللي هي أول شيء زي ما قلنا اللي هي مدة الأعراض. اكتئاب الرئيس 2 أسبوع، اكتئاب الموسمي من 4 إلى 5 أشهر. جميل. وبنفس الوقت اللي هي المصابين بالاضطراب الموسمي اللي هو تبع الشتاء يميلون انهم ياكلون الكربوهيدرات كثير، الحلويات، الرز، الشوفان، كل شيء وغيرها، اي الخضار والفواكه اللي تكون عبارة عن كربوهيدرات. حل. يميلون انهم يعني يحبون انهم ياكلونها اكثر. طيب يصير في اضطرابات الطعام. بالضبط. طيب يعني عدنان، بس عشان نصل اتفاق انه اغلب الناس ترى ما هو مقتنع انه في حاجه اسمها اكتئاب شتوي. صح. حاط براسه انه الاكتئاب هو الواحد ذاك ما غير اللي دائما نتكلم عنه ونحذر منه، ولا ادويه ولا علاجات، ما حد عارف انه الشتاء له اكتئاب. اعراضه ايش هي؟ ايش هي مسبباته برضه؟ اول شيء بنبدا بالمسببات، المسببات هي ان الشخص يكون ما يتعرض للشمس زي فصل الصيف. ايوه. فهنا ينقص عنده هرمون الميلاتونين اللي هو مسؤول عن تنظيم النوم وتنظيم النوم الطبيعي وتنظيم وقت الاستيقاظ الطبيعي. فاذا الشخص كان يعني نومه زايد مره فطبيعي انه بيحس بخمول، ويكون الميلاتونين زايد عندهم بحكم انهم ما يتعرضون للضوء. بنفس الوقت ياثر على افراز هرمون السيروتونين اللي هو هرمون السعاده اساسا، اذا اثر عليه بالنقص فهنا يكون الشخص يصاب بمزاج حزين ومزاج مكتئب متقلب. يصير مو بقصه متقلب كثر ما انه حزين، يعني هرمون السعاده يكون في الحد الطبيعي، اذا ارتفع هنا مشكله، يكون الشخص مصاب بهوس. ذكرت انه حزين من الشتاء ولا حزين من الضماء؟ طيب الشعار برضو حزنهم وتوجدهم على الماضي وعلى الحزن وابيات الشعر الحزينه والقاسيه تراها بس بالشتاء. صح. يعني معناته اغلب الشعراء كانوا يكتبون كانوا مصابين بالاكتئاب الشتوي. صح. ويقول لك اني شفت نجمه سهيل، هو مكتب المسكين وما هو داري. بالضبط. اي قاعد يعبرها في الورقه. ما دام كتب شعر حلو والله يعني بس محزن يعني حزننا احنا كمان. يبقى الشعر حزين حتى لو كتب.
طيب. خلينا نشوف. طيب بالنسبة لتقلبات الضوء، لأنه أحيانا في الشتاء بيكون في غيوم، ما في أكتيفيتي في الشمس زي لما بيكون الصيف، فهل هذا له علاقة بالاكتئاب الشتاء؟ طبعا هو زي ما قلنا أن كون الشخص ما يتعرض للضوء بالطريقة يعني اللي يحتاجها الجسم، هنا راح يكون فيه زيادة في إفراز هرمون الميلاتونين، يكون الشخص يفرط في النوم بنفس الوقت يقوم وهو نعسان، يقوم باقي فيه نوم، ويأثر على برضو الفيتامينات، فيتامين دال، فيتامين بي 12 وغيرها من الفيتامينات اللي تحسن المزاج، وبرضو إفراز هرمون السيروتونين اللي هو هرمون السعادة. إذا قل هو زي ما قلنا، إذا زاد يكون الشخص يعيش بهوس، هنا تكون إشكالية برضو. إذا قل يعيش هو زاد أخو الناقص بالضبط. بس احنا ما اعتقد يجينا كتير، عندنا اكتيفيتي الكشتات والعشاء والطبيخ. والله نتمنى، لكن انه بعض الدراسات يقول لك في شمال اوروبا تقريبا 12 مليون انسان مكتئب، في بريطانيا لحالها في الشتاء يصاب 2 مليون. رقم مو بسهل، رقم ترى كبير عدنان. ممكن الاكتئاب ياثر على حياتنا الاجتماعيه، يسبب لنا دروب في اعمالنا، في صداقاتنا، في علاقاتنا الاجتماعيه. اكيد اكيد. يعني هو متى يكون الاضطراب النفسي عائق للشخص؟ إذا أنه عاقه عن سواء ممارسة حياته اليومية، نشاطات اليومية اللي هو يقوم فيها عادة، الروتين، يعني الأشياء الروتينية بالضبط. إذا عاقه برضو عن الحياة الاجتماعية، لأن المكتئب عادة يميل للانعزال، برضو إذا عاقه عن الحياة العملية يكون إنتاجه ضعيف أو حتى ما في إنتاج، يعيقه برضو في حياته العلمية، اللي الأشياء اللي هو يضيفها لنفسه سواء العلمية أو الأشياء اللي هو يبغى يستفيد منها، لن يكون عنده فقدان شغف. فإذا فقد الشغف هنا يعرف هنا انه مؤشر خطير. مؤشر خطر هنا طبعا. يعني في هي الاضطرابات النفسيه مثلا نقدر نقول زي القلق، يأثر على تفكير الشخص، يصير الشخص عايش بالافكار، عايش بالافكار، يأثر على انتاجيته سواء العمليه العلميه جلسته مع الناس، تأثر على اشياء كذا، هنا نسميه اضطراب نفسي. هنا نسميه لانه يكون عائق بينه وبين ممارسه الانشطه اليوميه. حلو. في طيب. هذه الحالة الاكتئاب الشتاء مثلا هل يعتبر من الأشياء الخطيرة نقدر نقول؟ هي ممكن تكون خطيرة إذا وصلت لمرحلة اللي تمني الموت أو أفكار انتحارية أو محاولات انتحارية. يعني إذا جاء مثلا في العيادة اكتشفنا أنه والله فعلا هو اللي عنده مو هو باكتئاب رئيس ولا اكتئاب مزمن، اللي عنده والله اكتئاب موسمي اللي هو تبع فصل الشتاء، إذا كانت الحالة شديدة هنا نبدأ والله نحولها لطبيب يصرف لها الدواء المناسب، يحفز عنده هرمون السيروتونين اللي هو هرمون السعادة، يبدأ يعطيه نشاط، يبدأ يعطيه طاقة. هنا احنا نبدأ بالمرحلة العلاجية، لأن في بعضهم ممكن انه يفكر أفكار انتحارية لأنه يجلس من 4 إلى 5 أشهر مزاج حزين بالضبط. دائما سهل. فتبدأ الأفكار الانتحارية تبدأ تراوده. بالمناسبة هو بعض الدراسات اللي اطلعت عليها وشفتها يقول لك الآن في فصل الشتاء تكثر نسب الانتحار وتكثر برضو نسب الطلاق، بمعنى انه ما حد متحمل الثاني، ما حد برضو متقبل الثاني. لما تجيني وتقول ترى انا مكتئب يا رجل، بيقول كيف مكتئب؟ ما يصدقك. فتصير عندنا عدم الثقه وبرضو عدم الوقوف والمساعده لبعضنا البعض. ابيك توجه كلمه للناس انه لما تشوف واحد مكتئب حولك حاول تحتويه، يعني ايش هي الاشياء اللي انا ممكن احتويه فيها واوقف معاه، ما اصير ضده واقلب الوضع كوميدي. حلو. هو المكتئب طبعا دائما يفكر بسلبية، دائما يجلد الذات، دائما يلوم نفسه، فلا نصير حنة والاضطراب عليه. حلو أننا والله نحفزه، شفت شخص مكتئب، شخص والله قريب مني مكتئب، حلو والله مثلا هو المكتئب زي ما قلنا يميل للعزلة، حلو أني أطلعه من البيت، أغير روتينه، لأن هو تغيير الروتين يعتبر من المرحلة العلاجية أساسا، كون أني أغير روتين الشخص يعتبر من المرحلة العلاجية. وكل ما سارعنا بالعلاج ترى كل ما كان العلاج اسهل. ممكن بعض الاشخاص يصاب باكتئاب ويتشافى منه بدون حاجه العياده، بدون حاجه لاي شيء، لان عرف كيف يتعامل معه. تقبل مو بقصه تقبل، تقبل هو الناس اللي حواليه تفهمهم. إيه إيه. يعني حسب قصدك انه هو اللي يكون متقبل. لا لا لا، اللي حواليه يتقبلوا ويفهموا، اللي حواليه متقبلين الموضوع، عارفين كيف يطلعونه من الجو هذا. صح. فطلع منه. يعني الواحد اذا اوجعه ضرسه مثلا تاخر في العلاج راح يوصل يا اما عصب او حتى خلع، لكن اذا راح من البدايه يشيلون السوس يسوون له حشوه. إيه زي الاضطراب النفسي، كل ما أكيد. طول كل ما تفاقم معه كل ما صعب العلاج. أكيد. يعني إحنا دائما نتمنى ودائما لما نستضيف مختصين في هالمجال أو أطباء
يعني جماعة الخير أبعدوا عن تشخيص أنفسكم في الإنترنت، التشخيص اللي ممكن يزيد الهوس عندكم ويزيد برضو بعض المشاكل النفسية عندكم. في عيادات نفسية مصرحة مرخصة، فيها ناس مؤهلين قادرين هم يساعدونكم، وابتعدوا عن ثقافة العيب أنه أنا عيب أني أروح أراجع عيادة نفسية، عيب أنه أنا أعرض حالتي سواء مكتئب أو عندي اضطراب آخر. في عيادات نفسية ونروح نزورها ونشوفها. عموما المشاهدين الكرام، نشكر ضيفنا اخصائي النفسي عدنان الجماز، يعطيك العافيه استاذ عدنان، شاكرين لك. والله تشرفت اني طلعت معكم، طال عمرك. فعلا مهم جدا كمان للاشخاص المحيطين بالشخص اللي يعاني من اي اضطراب نفسي، تقبله، تفهم حالته، التعامل معاه بلطف، وهذا شيء مهم. ونبطل فكره ان نقول للشخص انت بتتدلع او مزودها حبتين. أكيد إيمان، علشان كذا لازم يا جماعة الخير نوقف مع بعض ونساند بعض في علاقتهم في أبسط المواقف، علشان نعيش بصحة اجتماعية آمنة وبيئة سليمة. يلا المباراة الآن. أكيد بعد شوية يا جماعة الخير مباراة المنتخب السعودي، اللي أكيد أننا نتمنى إن شاء الله أن المنتخب يفوز بكرة إن شاء الله، نحتفل بهالتأهل إن شاء الله اللي أكثر من 28 سنة صمنا عنه. ثلاث بطولات ما هي بكافيه في سجل الاخضر، ان شاء الله نضيفها الموسم هذا يا ايمان، ونفرح سوا ان شاء الله. ان شاء الله. مشاهدينا الى هنا انتهت حلقتنا لليوم، نشوفكم بكره وان شاء الله راح نحتفل مع بعض. فمان الله.